All right, Zuz, it's recording. All your. كل شيء كين. أنا يا مايم كل شيء مزيان. واحد مخصوص يبريك ولا شيء حاجة. I think. جيلين سخونين من طرح اللي فات. بعد الناس. هاد topic سوا شوية follow up topic اللي قبل. It's very important that تكتشف شيء لقرينا اللي شفنا في topic اللي قبل. ما I don't know. كيفاش غادي يجيكم الشيء هذا؟ واش غادي يجي شويه تو هاي ليفل ولا شويه تو لو ليفل؟ ولكن بليز اسك كويشنز. كاين بزاف ديال البارتيات اللي يقدروا يكونوا فيري امبيغوس. سو عافاكم شي واحد بانت لي شي كونفيوجن يسول رايت اواي باش نكليرو الكونفيوجن. حيت انا اي هاد ترابل اكشولي فايندين زعما كونتنت شويه لهاد التوبيك. Because usually كيكون واحد definitions اللي yes كتفهم definition ولكن بس صراحة شيء واحد آخر كتكون شوية tricky وكيجيني بحال هذاك اللي كاتب هذاك الكونتنت تعرف ما فاهمش ولا شي حاجة بحال هكاك so I had trouble ولكن حاولت نجروبي most important stuff هنا. So الكونتنت ديال اليوم غادي نشوفوا شوية الانترودكشن للconcurrency و multi trading نشوفوا فيها like some basic stuff والبنفيتس ديال يوزين ثريدز من بعد نشوفو سام كونكورنسي ايشوز هاو تو مانج ذم هاو تو افويد ذم يوزين سام كونكورنسي كنترول تكنيكس. اوكي اي مايت بي سويتشين تو تاب واحده اخرى باش نوريكم سام اكزامبل ديال الكود ما قدرتش نازوتي كامل السلايدز ولكن اي مايت بي بوستين ات تو ا جيت هاب ريبو افتر ذا كورس از فينيشد. سو اول حاجه بغيت نبدا بها هو like نحاول نكليري واحد definition ما بين concurrency و parallelism واخا انا كتبت شي هنا but I will try to explain. كاين واحد شنو هو الفاكت انه شي حاجه كتيكزيكوتا اون باراليل باش كنقولوا شي حاجه كتيكزيكوتا اون باراليل سيتادير راه جوج الحوايج كيداروا اون ميم طون يعني مثلا كتاكل اون ميم طون كتفرج هاد جوج الحوايج كيداروا اون ميم طون ماشي concurrently ما المهم كيداروش كيداروا the same time ياك ولكن الكونكورنسي از بحال كتقول عندك واحد الريسورسز اللي شير ما بين بزاف ديال الحوايج و كان اكزيكيوتيو بزاف ديال الحوايج بلاك شير ديال الريسورسز وفي الكورس اللي شفنا قبل الفرق ما بين الباراليليزم والكونكورنسي هو عندك مثلا لنفرض عندك واحد لابليكاسيون بغيتي تراني اه بغيتي تراني منها جوج مرات ياك ولا جوج ديال لابليكاسيون ديفيرون الا عندك وان سي بي يو و سي بي يو كيكزيكوتي حاجه وحده مثلا دونك في هذا لوكا هذا الا بغيت نيكزيكوتي جوج الحوايج راه خصني نرانيهم جوج ديال البي سي اس ديفيرون يعني هذا بي سي كيدير ما عرفتش كيدير وورد هذا بي سي كيدير اكسل صافي ما يقدروش يترانوا او ميم طون الا كان تيكزيكوتي حاجه وحده. المهم في هذا لوكا علاش غادي نكونوا كنيكزيكوتي جوج الحوايج اون باراليل بحيث هذا كيتيكزيكوتي بوحدو هذا كيتيكزيكوتي بوحدو ياك ولكن فاش كيكون عندنا وان سي بي يو one thing اللي كان راني فيه نفس الحاجه دونك they share the same resources ديك الشيء علاش كنديرو كنسميوها concurrency هادرا concurrently و usually كنقولو زعما بلي راه جوج الحوايج اللي كيكونوا concurrent في نفس الماشين ما كنقدروش نعرفو like what's gonna be executed at a certain period of time شي حاجه بحال هكا. والحاجه اللي بغيت نلاينيها قبل هو بيكوز غادي ندير واحد الموشن ديال تريد وشحال واحد كيسمع مثلا تسمع انا باش بغيت نقلب على هذا الشيء هذا نقلب على شنو هو تريد شنو شحال من حاجه واحده اخرى بروسيس سي بي يو بروسيس ستاف عارفش بلي كاين مثلا بعض المرات كنسمع تقول مثلا شحال بي سي شحال فيه من كور شحال فيه من تريد ولا كتجي كتلقى سيتينغز كيطلعوا الكورز تريد ما عرفتش ما فهمتيني زعما بغيت نحاول الايني شنو هي هاد لا ديفيرونس ما بين هاد جوج الحوايج يوزولي شوف معايا هاد البارتي الحمراء هادي هاد البارتي الحمراء هي سي بي يو تقريبا هاد لايك ذا سمول وان اللي فيها دوتد وهاد سي بي يو كيكون فيه وان لايك يوزلي سينجل كور سي بي يو كتكون فيه واحد ال اي ال يو واحد الاريثميتيك اند لوجيكال يونيت هادي هي اللي فيها كاع الاكزيكيوشنز تقريبا كاع بحال كتقول لي سيركوي لوجيك اللي كيديروا اديشن سبستراكشن مالتيبليكيشن اي دون نو بزاف ديال الحوايج وحده اخرين كيكونوا دي ريجيستر ريجيستر از جاست بيسيكلي واحد سمول ميموري باش تقدر تيكزيكوتي سام انستراكشنز ولا كنتو ما بغيتش نهبط شو ليفل كاين بزاف ديال الريجيستر كنقول لي الريجيستر على الصالح بات هذا هو سي بي يو عندك باسز باش تقدر تهضر مع الميموري وباش تستخدم دي انستراكشن اللي تخرب حنا ما نوصلو لداك الشيء بات فواحد المالتي تريدد انفايرمنت
اوكي كاين واحد اللعيبه كتسمى بحال المهم ان لايك انت كان جابت سميتها هايبر ثريدي. سو الى عندنا وان سي بي يو كور مثلا شنو جاو داروا؟ جاو داروا واحد بحال كتقول خلاو ذا سيم يونيت ذا سيم ال يو ولكن زادوا واحد اذر ريجسترز وبحال لي لينك اللي كاينين على اليمين زادوهم على اليسار ولا عطاتنا واحد اللعيبه كتسمى بحال كتقول سي بي يو 3 يعني ذا سيم كور فيها جوج ديال تقريبا ثريدز كيتسمى وهذوك از جست بيسيكلي كي الاوي كيفاش نقدروا نديروا اكزيكيوشنز ات ذا سيم تايم وكيكون عندهم اكسس ذا سيم ال يو. المهم هذا هو الكونسيبت كيتسمى هايبر ثريدين. سو ولكن بالنسبه للكيرنل كيشوفهم جوجهم از لوجيكال ثريدز بحال كيبان لي راه جوج سي بي يوز. يس ميري Is this something generic or Intel specific? Maybe it's Intel specific, but I wanted to mention it غير for the sake of بس إذا شيء واحد كيسمع عنده Intel CPU كيقول thread ماتش thread يعرف بلي sometimes ملي كتدخل تشوف ديك اللعيبة ديال threads ولا كتلقى بلي راه عندك كواد كور وكيافيشي لك 8 ديال CPUs that's my maybe where it's coming from بس ما تكونش confusion مع other threads but I think it's Intel specific worst kind of other CPUs probably not. أيوب بغيت نسول غير فهاد لوكا مثلا الا كانوا واحد سي بي يو عنده جوج ديال لي كور قلتي بالنسبه للسي بي يو زادوا يعني باش يزيدوا كور غادي يديروا ريجستر اي سي بي يو زاد لا هذا ماشي مثلا هادي ماشي نيو كور هادي كور وحده هادي كامله الزرقاء هي كور وحده دونك الا بغاو مثلا يزيدوا الكور الثانيه في السي بي يو كيتزاد شي حاجه Yes. So the I'll nowrek la difference. Daba masalan hada quad core. Walakin hyper threaded quad core. Shi ila ma kans hyper threaded had LCPU 0 kikun bwahdo ma kikunsh LCPU 1. Kikun wahed hada bhal hada hmara hadi li henaya. Huwa li kikun. Hada li kan hyper threaded. Ila ma kans hyper threaded. Ni kikun hyper threaded bhal katqol kiwli andi jouj dial threads li andhom nif access dial ALU. ولكن في مالتي كور سي بي يو يعني مثلا اللي كان كواد كور كيكون عندي كور 0 كور 1 كور 2 كور 3 ياك اربعه ديال الكورس وكل كور فيها جوج والله غنشوفوا بات راه الا كان عندك 1 كور 1 سي بي يو وفي ماشي هايبر ثريدد كيكون غير 1 كور تقدر اكزيكوتي حاجه وحده سو النمبر اوف ثريدز يو كان اكزيكيوت CPU يو كيقدر اكزيكوتي حاجه وحده حيت عنده اكسس ل 1 ALU ريجسترز ولكن الا كان هابر تريدد كور وحده غيكونوا فيها جوج يعني مينين يو كان بالنسبه للكيرنل بالنسبه للاو اس كيشوف بحال الا عنده جوج بروسيسيت جوج ديال سي بي يوز تقريبا باش يقدر اكزيكوتي فيهم اوكي الا كانوا كواد كور غادي يشوف 8 مثلا هنايا ياس محمد جس غير واحد كويشن واش الا عندنا هايبر تريدد سو وي ار توكين اباوت باراليليزم Look, yeah, قريبا. So on general, راه بجوجهم كاينين sort of parallelisms بالنسبة multi-core أصلا بس كيكون عندك one core إذا كان فيها one thread ما كانش hyper-threaded you can execute one thing ما كانش parallelity إذا عندك two cores you can do parallel because like two CPUs different فيهم resistors فيهم ALU بوحدهم okay إذا كانوا multi-core multi or hyper-threaded كيكونوا at the same time بحال كتقول كي دوبل او ثاني number of threads اوكي ولكن الثريدز like بالنسبه للاو اس بحال كيشوف يعني بالنسبه للاو اس يعني الكيرنل كيولي هنايا غيولي يشوف 8 ما يشوفش 4 الا كان هايبر ثريدد اوكي سو غير باش اذا شي واحد كيقول ثريد ما يمشيش بعيد ياس نزار واحد السؤال الا كيشوف 8 واش كيقدر يراني 8 في دقه ولا مازال عندنا الليميت الفيزيك ديال 4 د لي كور كراني 8 تقريبا حيت المهم بات كاين مشكل واحد هو انهم دي اكسس دي سيم اليو هذاك هو البروبليم اللي كاين بات اي جاست انذر اوبتمايزيشن ولكن تقدر تقول بلي كاع الا ما كانش هايبر ثريدد غيراني 4 او مور هذاك البلان ديال واش غيراني 8 ولا 4 نقدر نقول لك ما عارفش الجواب 100% سو سكيف ما نجاوبش و اي دونت ثينك اتس اوكي فور ذا سكوب اوف ذيس بروجكت جاست ثينك اباوت ات بحال عندك وان سينجل كور لايك مالتي كورز وكاع الا كان هايبر ثريدد ثينك اباوت ات بحال اي دوبل لك النمبر اوف كورس تقريبا لوجيكلي يس بات اي جاست وونتد تو منشن ات
ما نطولوش هنايا. Moving on, some of the stuff اللي based on the edge data, some of the commands اللي are very useful, وما like LSCPU, كتعطيك زعما number of CPUs, مثلا أنا فصلاني في الledge data, كيعطيني زعما architecture, little Indian, كيقول لي you have four CPUs. و yeah, number of processes. هذيك تقول لي شحال كاين literally من cores, okay? Logically, اللي كيشوفهم كل CPU. And I can do one extra thing ونشوف كل CPU شحال فيه من logically if you could use more other stuff. So you can I probably already did this for the exercise اللي كنا عطينا في الأول. Like you can see the CPU info file. So you can have bunch of information about the CPU ديالك and everything. حال دابا مثلا في الكادي ديالي أنا I have four cores, four CPUs. Yes, it's a Raspberry Pi. Anyways, sorry. So, واحد الحاجة اللي كنسمعوها بزاف هنا يفن شوية a little bit complicated. آخر مرة فاش هضر عبد الغفور كنت هضر على process, CPU process كيس execute وscheduling كيدوز ما بين كل process and stuff. ياك وشفنا بلي بروسيس كنديروا لهم كيكون واحد سكيدولر كيبدا يشوف هاد ايدوز البروسيس هذا باش المهم ماشي راني داكشي كونكورنتلي ولا اون باراليل ما سوقناش باش هو الكيرنل اللي كيتكلف كيفاش غادي الاكزيكيوشن في هذاك سي بي يوز اللي عنده. سو شنو هو بروسيس اصلا؟ بروسيس تقريبا هو البروغرام باغي نكزيكيوتيو ياك ويوزوالي كيكون ملي كنكون كري واحد بروسيس كن ديفاينيو ليه literally واحد space ديالو وراي كيف ما قال كما شفنا مع بعضنا هذاك الميموري مانجمنت ديال سي بي يو. سو كيكون عندي literally واحد بروغرام كاونتر يعني فين وصلنا في البروغرام, كيكون عندي الداتا ديال سي بي يو, كيكون عندي الهيب فين كان like some heap space, كيكون عندي some stack space which كيم زعما because it's a user user process كيكون داكشي كامل managed user space. والكرنو كيكون فيه كاع الكونتكست كامل على شنو هو بروسيس والكونتكست ديال واتس بروسيس راه شفنا. سو خصني نعرف اتليست كاع الزانفورماسيون على البروسيس سام تايمز انكلودين حتى الفاليوز ديال الريجسترز. وعلاش؟ بيكوز كونتكست سويتشين. بات اني ويز هذا هو بروسيس بروغرام كيران. ولكن تريد از سور اوف سامي بروسيس, اتس نوت ا فول بروسيس ولكن it's a semi process يعني تا هو كيتيكزيكيوت في the same CPU ياك وكي concurrently مع other threads and مع other processes like literally الكيرنل كي مانج هاد الثريدز هاد. اوكي سو والفرق ما بين process هو threads كيشيريو the same data مع the other process. They belong to the process. Well, the whole stack and heap ديال بوحدهم. They share the data, يعني بحال data والheap مع the process, like in the same process. ولكن الفرق الواحد هو كيكون عندهم stack ديالهم بوحدهم ديال execution. Yes, Abdullah. ما فهمتش كيفاش كل بروغرام عنده بزاف ديال threads. CPU بحرشنا النمبر ديال التريس عنده علاقه بالسي بي يو كور زعما عنده بالكور ولا تيكونوا فيه التريس ماشي البروغرام. اكزاكتلي سو ذاتس ا جود كويستيون. سو دابا هنايا هي الكونفيوجن ما بين هايبر تريدين اللي وريتك قبيلات وما بين تريد ياك. يا ما فهمتش التوضيح. بحال نورا تقريبا ذا سيم ثينغ ماشي ستريم المهم اتس واحد الحاجه بغينا نكزيكيوتيوها اتس جست واحد البروغرام بغيت اكزيكيوتو كول بي جست ا فانكشن ونوريكم لايك اكزامبل اوف ا كود. اوكي عبد الله يس ولكن البروغرام يقدر كري از ماني ثريدز از دي كان ياك ولكن في الاخر فاش غادي يجيو تكزيكيوتو بغيت اكزيكيوتو في سي بي يوز كور. وبالنسبه لكوسو سوا واش عندنا هايبر تريدد ولا ماشي هايبر تريدد منين عندي هاد البارتي هادي اللي هنايا حمراء البارتي هادي الحمراء كيف قلنا بزاف
الكيرنل كيشد داكشي ويكزيكوتيه هنايا وكيف ما شفنا في الكورس اللي قبل عندنا سكادولر هو اللي كيبقى يدخل ويخرج ليكزيكيوشن. اوكي اوكي سو واش غا اكزيكوتي في هذا ال سي بي يو 0 ولا ال سي بي يو 1؟ بالنسبه للكيرنل كيشوف ال سي بي يو 0 ال سي بي يو 1 تو ديفرنت يونيتس امسي ما هذاك فيزيكال ثريدز تقريبا فيزيكالي كيحولو لك لوجيكال ثريدز كيقول بلي عندي 8 ثريدز ولا 8 كورز ولا وات ايفر 8 سي بي يوز كل واحد نقدر نسكيدو ليه فيه اي حاجه سكيفي لجيت وكرييت اي دون نو 100 ثريد كتبقى باللي راه غنقدر نيكزيكوتي اربعه ديال البروسيسز ات ذا سيم تايم اللي كان الكواد كور ماشي هابي ثريد 8 بروبابلي كاع فهمتي ولكن لوجيكلي باش كنهضروا دابا لوجيكلي ماشي فيزيكلي ماشي فاش كيعطوا ليكزيكوشن لوجيكلي بالنسبه للكيرنل ليفل كيشوفهم واحد الحاجه خصها تيكزيكوتا اوكي واحد الفانكشن خصها تيكزيكوتا بروغرام خصو تيكزيكوتا واحد اخر ماشي 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 بروسيس جوست ثريد واش كيدير كيقول بلي اتس كاين اوف لايك ا لايت ويت بحال هاس سيمي بروسيس بروسيس غير بارت من البروسيس الكبير كيت اكزيكوت عنده نفس كيشيري نفس لي زانفورماسيون مع البروسيس يعني عنده لاحظ عندي تريد الاولاني تريد الثاني تريد الثالث كيشيري ذا سيم هيب دير هيب هيب اند ستاف يعني دي كان شير داتا مع بعضياتهم اوكي بحال قلتي بحال قلتي بروسيس ديال البروسيس واو بروسيس تيراني بروسيس واحد حيت ما كان الويش ليه الميموار كامله دابا انا ديجا باش كريت هاد البروسيس هذا الويت ليه هاد الميموار هذا وجينيريت كلشي وجينيريت الهيب الدايره ستراكشر وخليت الكونتكست ديالو واو نوت ريلي نيزا بيكوز وي كان كريت انذر بروسيس ولا وي كان كريت جاست ا تريد هو راه بحال كرينا واحد يونيت اوف اكزيكيوشن غير واحد الحاجه بغينا تيكزيكيوتا ولكن ما بغيتش نكري كلشي بيكوز انا ديجا عندي ريسورسز ما عنديش نعاود نكري كلشي اوكي بيكوز اوف many reasons we can see them زعما some benefits otherwise I can spawn another process ما سوقيت ولكن الا كان another process غادي نشوفوا some of the problems اللي كان occur علاش نكري another process imagine دابا عندي جوج ديال عندي جوج ديال الحوايج بغيت ندير جوج ديال الحوايج جوج ديال العيبات like en parallèle بغيت نexecute en parallèle ولا حتى انا عندي جوج ديال الكورس مثلا بغيت نexecuteهم en parallèle ولكن بغيت نشيري بغيت نشيري لي زانفورماسيون على بعضياتهم غنشوفو من بعد كوميونيكيشن واي اتس لايك واي ذيس از ا بروبلم ماين ليتس جست فوكس فور بارتي هادي بعدا سو تريد راه غير واحد البارتي بغات تيكزيكوتا بيان سور غيكون عندها واحد الكونتكست ديالها اللي هو ريجيسترز شنو لي فالور ديالهم واحد سيرتن بريد اوف اكزيكيوشن انكلودين مثلا بروغرام كاونتر يعني فين وصلت في هذيك الفونكسيون اللي كان اكزيكوتيف ان لين مثلا ولا ان انستركسيون ولكن عندهم ستاك ديالهم بوحدو ستاك هو عرفنا بلي فين كيتحط تقريبا الفاريبلز ولا داك الكولز الفانكشنز اند ستاف لايك ذيس هيبرز ويل ريستور داتا اكتوال داتا فاريبلز ديال ديفينيشنز اوف ذا كلايبرز داتا اند اذر ستاف بس ثريدز كيكون ما كنجي كنكري واحد ثريد ما كنكريش كاع هذوك الريسورسز كاملين كيولي عنده كاع الريسورس كنكري ليه كنالوي ليه ستاك ديال صافي اوكي سو ا بروسيس عادي كيكون لك الريجستر فاليوز ميموري ديالو اسم كتكون فيها الهيب ستاك اند ستاف اوكي نقول لك ميزا سو وات دو يو مين باي اكزيكيوتينغ سو فور اكزيكيوتينغ ا بروسيس ان ا فاستر واي سو دابا ايماجين دابا بحال دابا حيت قلتي هضره انا هذا بحال هكا غنيماجيني شي واحد شنو غيدير غادي غنبغي نيكزيكوتي ونيكزيكوتي ني سنتر علاش نيكزيكوتي بروسيس اوكي ايوب ليكسبيرت سو غنيكزيكوتي ني سنتر علاش نيكزيكوتي واحد طريق سو علاش الوين ميموار كامله ات دازنت ميك سنس كان خصني كري بروسيس اللي هو غنيكزيكوتي فيه داكشي بات فور سام ريزونز وي كان كرييت ثريدز اللي غادي نقدر نراني بزاف منهم ولا نقدر نراني هذا تريد كيدير هذه هذا كيدير هذه هذا كيدير هذه باش يقدروا اكزيكوتاو كونكورنتلي ولا اون باراليل ماشي يا جست تريد كلاريفاي ذس باش ميبي ايتل بي ايزير تو اكسبلين ان انذر واي سو ذا سي بي يو كانت ريلي سكيدجول
نتخيلوا بلي سي بي يو كان اونلي سكيدجول ثريدز. When you create a process اللي فيه one thread, when you create a process مثلا اللي ما كيدير والو ما كيعرفش ملتي ثريدين ما كيعرفش كونكورنسي ما كيعرف والو, that actually implies it has some kind of internal process which represents the execution. تخيل بلي البروسيس هو resource holder, هو الكومبوننت ولا هو الداتا ستراكشر اللي كيعرف الاوبريتنج سيستم about what things are owned by the current process. حنا عندنا فايل هاندلز ريجسترز ميموري all the resources اللي عندي اكسس ليهم as a process كنعرفهم في واحد داتا ستراكشر سميتها بروسيس ياك. Again, فاش كنت كريا باغ ديفو اي بروسيس كرييتيه ولا اي ابليكاسيون كرييتيه غتكون فيها انت مين, داك انت مين هو نقولوا هو الانتري بوينت نتاع ذا مين ثريد, هذا هو اللي هو غيتيكزيكيوت. You, if you create more threads, you still run within the same context نتاع هذاك البروسيس. يعني any two threads owned by the same process عندهم access to the same resources owned by the same process. يعني لكننا بجوج عندنا اكسي مثلا الادريس سبيس نتاع بروسيس 1 وحنا بجوج threads كريانا بروسيس 1, we have access to the address space اللي كاين في بروسيس 1, right? ولكن scheduler اللي كاين في CPU لديك اليونيت اللي هضر عليها في الأول اللي غدير الاكزيكيوشن كتسكيدولي threads. فاش كتجي كتختار following any algorithm you think about, هاد thread هذا غيت execute هذا then I'll stop it and then I'll start another one then I'll stop it while the thread keeps a reference على شكون هو البروسيس ديالي, how many resources اللي I own, this is my stack, these are my register contents and this is what I should switch when I get to execute. So process is kind of like a resource owner from a kernel's perspective, and then the thread is the execution unit or the driver of execution, who that keeps track, who really that does the compute aspect. واش كيبغي ياخذ مثلا I want to have access to resources كياخذهم بسميه البروسيس اللي كرياه. I hope this makes sense because like thread and process are very confusing to wrap your head around. سورتو في الاول وسورتو باش كيكون عندك كتكون مولف كتراني بروسيسز اللي فيهم وان ثريد, because like in that case like it doesn't really ما كتبانلكش باللي راه كاين ثريد وكاين بروسيس, it's just one thing that executes. So a thread, we can't really create threads. We always create threads in the context of processes. Okay. So تقدر تقول بلي one process ملي كنجي غير execute شي حاجه راه كان execute شي main ولا شي حاجه هذيك, it's like the main thread basically what execution it's just what شي حاجه غادي نexecute function whatever the exact one that comes to my thread. But ملي كنجي كنقولوا multiple threads, the difference is basically when we have threads كيكون عندهم stacks ديالهم بوحدهم. And that's, I think, very obvious. So for this, Britain did two definitions. There was give us another creative threads or another process. Can you choose the functions that are often? Who are the fork function or clone function? Okay. The fork function. It's basically شنو كدير, كتشد هذاك البروسيس ياك كتكلونيه كامل كتولي عندي another process at the same time كتخلي زعما البارنتس ديالو. دابا دايرين هنا واحد الياكسي ديال كل بروسيس كل البارنتس ديالو for some reasons but البلان هو ان كندير فورك كنكري another process ماشي another thread. وان ديك باش نشوفوا لا ديفيرنس how threads can be different. So let me show another example here. Let me do fork example. So I'd code example here. It's very simple. So no, they're not. I like another main execution unit. Flow can you can either have fork. Like this will explain how fork work. In the bad, can check your like fork at the return you had fork method is gonna return for me two things. One thing, which is one value, kind of an art, like the IDT, you can consider it واحد int. Elecan minus one, meaning that fork didn't work. ما قدرت نكري another process. Elecan fork p is zero, meaning it created a child process. Because any player running the execution, the child process. Who parent process, Elecan p id greater than zero.
سو شنو غيطرى الى لا اكزيكيتينا هذا شنو غيطرى الى اكزيكيتينا هذا البروغرام هذا someone can tell me for example raise your hand tell me زعما شنو غيقدر يتاوتبوت ايش عبد الله سي بدا يبقى في البي اي جي ديال المين ويمشي لينا داك الاخبار صافي اكزيكوتي لينا اكزيكوتي لينا داك الالس الثاني هذه ولكن باقي اكزيكوتي لينا بالبي اي جي ديال المين واخا سمون ايلس اوكي الى تروح عندنا اذر ايديا So okay. An explanation okay, tra. An how we choose which is illegal. Abdullah, correct. No. Output has been a little wait. Okay. So Snotra. First, I tell that fork handy. It did. We had system call. Okay. شنو دارت؟ عيطات للكيرنل دارت لي سيستم كول قالت لي عافاك كري انذر بروسيس وبدا من هنا بدا ليكزيكيسيون من هنا اوكي بدا ليكزيكيسيون من السيم لاين يعني اللاين خمسه بدا من تماك وهذاك دي انذر بروسيس غيبدا ليكزيكيسيون وانا غنكمل ليكزيكيسيون كيفاش نولي عندي جوج بروسيسز كلهم عندهم دوبليكا كلشي بحال كتقول كوبي كولي ديال السيم بروسيس وغيبدا البروغرام كاونتر من ذا سيم من سيم بلاصه وغيت اكزيكيوتاو كونكورنتلي اوكي انذر بروسيس يعني اللي غيدير هاد التريد هو اللي غيديروا الاخر كاين وان ديفرنس هو هاد الفورك هادي ملي غنعيط عليها في البارنت فاش غتكري هاد البروسيس غتريتوني ليا البي اي دي ديالها غتريتوني لي البي اي دي قبل من زيرو دونك غنعرف بلي راني في الاكزيكيوشن ديال البارنت بروسيس باش الا بغيت نديفيرونسي بس إذا بغيت نعرف راسي فاف ديال البروسيس هذيك بي اي دي بحال اللي تقول ملي غنوصل هنا غنقول انا راه يلاه تكرييت فولي ميريتون زيرو ملي غترسوني ليه زيرو غيعرف راسو بلي تاع البروسيس واش اكزيكيوتو اون باغالي سو لي عندنا جوج ديال البروسيسز ليمي سو يو واي ليمي دو واحد وايل هنايا واي 1 ونديرو ذا سيم ثينغ ونديرو هكا بان لي نفس الحاجه ولكن البروغرام بقى قراني يس غير بغيت نمونسيوني فورك اتس لايك كرييشن انذر باش فور ذا بروسيس ملي كيسالي ات ريسيفز ذا ريسبونس و ات شو اس ذا اولد باش بس ان ذا اند اوف ذا داي اتس ا سيستم كول انذر اتس ريس ان اون يس ميدي Okay, what do you mean by another bash? Because I feel like there's a confusion in it. Okay, so what I mean is another bash. Okay. What does this have to do with bash? It's bash هنا تو program تو process حلو حال أي another process. It's like another process اللي فاش انت كدير get their GCC fork example that see you try to create another process to compile your code so تاو another process اللي تاو براسو كي fork كي execute another process so like yeah. bash doesn't have to do anything about this like forget about bash okay. fork is creating other processes by duplicating the current process so okay. basically like كيف واحد نستال تي ودرتي fork واحد البروسيس كتدوبليكي هو وكل شيء له وكتدريفتي من تما كيما كديسيدي تقدر تمشي لواحد الكود باث الا كنتي انت هو تشايلد وتمشي لكود باث واحد اخر الا كنتي انت هو البارنت اوكي Does this make sense? Yes, yes. اوكي okay. ملاحظ استو واحد الحاجه هنايا اوكي ليمي راني اجين نوك ات اوتبوت لي بلي راه هذا البروسيس بارنت هو هذا والاخرى تشايلد بروسيس Come on, not this bug again. Okay, anyways. Let me do one of the things I'm going to talk about the processes. Before I'm going to use the processes that I'm going to use. I'm going to use the processes that I'm going to use. This is the processes that I'm going to use.
So I can do a kill on both of them with a button hidden because I have two processes. But you see that here, I can use the processes that is executed out. If I remove this, I can do what the my I can do hack. You can see the letters tracing the LED, it's up there. Let me show you. You can see it's called Lhar clone, and we're gonna see what clone get here. Okay. So again, another way of creating process or a thread. It's a clone function. Okay. However, again, it's just like fork. But again, in this time, it takes a little bit more arguments with flags. Depending on how the flag we can control how like a good level of access to have new process or thread that we can create based on how flags. So, for example, if I choose the flag DL clone VM, meaning that I'm running in the same memory space. And technically, in your opinion, what if I set, what's going to be the difference if I set this one to false, must say it's at the flag header, when calling at the clone, and I'm going to make an example. If I set at the flag header, the clone VM, what's going to be the difference? If someone can tell me. By the way, clone here is a system call. Anybody? Should I choose someone? Like based on Nikangul clone VM, meaning that I can go ahead process head or whatever you're gonna create now. But you can keep it in the same memory, you have to process Likona clone, Likona clone. Yes, I باش داك باش داك التريد اللي بنا كلوني لحقاش كلون تاع قالت لينا تريد ماشي بروسيس جديد وبعثه فيرتوال ميموري ديالو بوحدو يعني بيولي بحال قلتي ماشي بدا ماشي يكونو كونتيغوس زعما الطاطا ديال هاد التريد والطاطا ديال التريد الاخر ماشي يكونوا في نفس ليسباس ميموار بالنسبه للكيرنل ما تيقراوش من نفس ليسباس ميموار هو على كل بروسيس عنده ميموري بحال قلتي بحال قلتي ما نقدروش ناكسيديو للطاطا ديال التريد الاول من التريد الثاني اوكي سو ما عندهمش نفس الميموري سبيس سو تكنيكلي شنو درنا واش كرينا بروسيس ولا كرينا تريد ورا كرينا بروسيس ولكن كرين تريكي كويشن اكزاكتلي سو ذس از اكزاكتلي ذا بوينت اوف ذا كويشن ني كنقول ليه راني لي ان ذا سيم ميموري تكنيكلي ام كرييتين ا ثريد سو لو انتي لاخر ذا مين ثريد اللي كتيكزيكوتا اللي يو كان تراو على البروسيس واش ديزو بليز جاست انذر ثريد And just the point of creating a thread, like lightweight, I'm sharing the same memory. Yes, Mehdi? Well, answer the other question. Like, can you run two processes in the same memory space? No, you can't. Virtualization. That's the whole idea. The whole idea is that you can't share like isolation between like processes, address spaces. So two processes wouldn't collide. We can't see memory of other processes. And I can add process one process, you can't actually see the memory of another process. And that's true.
دابا هذا بروسيس بوحدو وهذا بروسيس بوحدو جوج مكيطرانا ياك. هذا عنده ليترالي ميموري ديالو بوحده، عنده كلشي ديالو بوحدو isolated completely from other. الا بغاو كومونيكيو خاصنا سام ميكانيزم واحد اخرين. باغ كونطخ هذا الا جيتو كرييت تريد لو تال يس عندهم سيم ستاك ديال بيت اكزيكيوشن بات دي شير ذا سيم ميموري. سو لا جيتو عيطت على كلون قلت ليه كري ليا في نفس الميموري ديال البروسيس اللي كاين تكنيكلي راه كرييت غير تريد واحد اخر راه كري ليا سلاي ويت غادي يدير ليا ستاك. يس نيزو نيزو بيت كونفيوز دابا واش يمكن تو بروسيسز كان دي ران ان ذا سيم فيرتشوال ميموري. Well, that's the point of virtualizing memory, no? That's memory. عبدالغفر ما عطيوش اش راه كاين هنا وكاين هنا، ولكن لايك هول ايديا اللي كنا كنشرحوا باللي تو بروسيسز شودنت شود هاف ايزوليتد ريموت. يس اي ثوت اصلا ذات واز ذا فيرست الا ما كانش ايزوليشن ايتس ا بروبلم بعدا. هذا واز ذا فيرست، ذات واز ذا فيرست ثينج اللي بدينا به اليوم. انيويز انا بغيت نكليري واحد الكوز اللي قال لي ميموري ستي وصلت ستي لا ميم فيزيكال ميموري ني لا راه اوف كورس يس هذا هذيك تشين باي كلشي اللي في البيسي ولا في الماشين، ولكن الا قصدتي زعما ذا سيم ميموري سبيس حيت دابا ماشي ممكن ممكن اكزيكيوتي واحد السي بي واحد البروسيس كنالوي ولي واحد الميموار الكارير كيقول هذا الميموار ريزيرفيا البروسيس فلان فلان ديالو ماقدرش اكسيدي حتى شي واحد يدخل شي واحد تماك وي كان هاف سام تايب شي ميكانيزمز بروسيس واحد اخر كنكريو ليه ميموري ديالو بوحدو كنكريو كونتكست ديالو بوحدو. ولكن the difference between process and thread واش ممكن يكون ديرو the same memory كنكريو واحد thread كنقول او هاد thread هذا راه حتى هو part من هاد البروسيس هذا انستاب وي كيب ذا كونتكست ديالو كلشي سو وي كان اكزيكيوت ات از واحد اكزيكيوشن سميتو thread. ولكن الميموري ديال شيرين يتسمى دي كان اكسس ذا سيم ميموري يعني جا هو بغى اكسس ذا سيم ميموري ديال البروسيس اللي كرياه ولا بروسيس واحد اخر ولا thread معاه يس دي كان whatever anything else on his own. I meant if it was a virtual memory, I thought there was no problem. Mm-hmm. No, we need extra mechanisms basically to communicate. Otherwise, they don't share the same memory. هذاك memory ديالو بوحدها وهذاك the memory ديالو بوحدها. إلا ما قدرتيش ما عندكش العرام ما تقدرش تغني another process. صافي. But هذا عنده space ديالو بوحدها هذا space ديالو بوحدها literally. بحال هكا تقول هذه مدوبله تحت منها في لارا ما كاينش اوفرلاب. باغكونت هنا راه كشي راه كاين واحد اوفرلاب هنا ايوب مثلا. المهم دابا بالنسبه لي تريد مثلا خدينا بالنسبه لواحد البروسيس خدينا له واحد ريزيرفينا ليه واحد الاسباس ميموار كرينا مثلا نقولوا ثلاثه ديال لي تريد دونك شاك تريد غادي نريزيرفيو ليه عاوتاني واحد البارت في ديك لا ميموري اللي ريزيرفينا داك البروسيس. واش ها باش نفهم زعما واش مثلا التريد لي تريد بثلاثه غادي يتشاركوا الميموري كامله ولا هذيك لا ميموري غنديفيزوها عاوتاني لثلاثه ديال لي بارتي؟ نو اوكي انا نشرح لك. بالنسبه للكارنو اش كيجي كيدير دابا فاش كرينا بروسيس عطانا الهيب ياك هو فين نبقى نستوكيو هنا الهيب نقدروا نستوكيو الداتا نسم ديرا ديالو عنده فايل ديسكريبتورز وعنده اي حاجه اللي ماكسين لها هادشي خلينا كرينا الكونتكست ديالو كامل ياك سي الكارنو سبيس وشدينا الكود ابلوديناه باش نقدروا نعرفوا فين كل باسيه فين اكزيكيتيو. فاش كنجي كنكري انا ذا بروسيس خاصني نكري هادي كامل عاد نكريها. فاش كنكري انا ذا ترين كتبقى هاد ستاك هذا فين اكزيكيتو هو اللي فيه البلان حيت كل تريد عنده ستاك ديالو بوحدو كيفي كنالوي ليه ستاك واحد اخر. باغ كونط هي ستيل هاز اكسس تو ذا سيم هيب اند داتا اللي عنده تماك و ذا سيم فايل ديسكريبتورز. اوكي باين هادي ايوب واخا. ومثلا في ديك الداتا مثلا كاينه واحد الفاريابل كريتيك واش دوك لي تريد ممكن اكسيديو ديك لا فاريابل كريتيك او ميم طون زعما ولا يس يس دي كان هذا هو الفرق. هادشي وقع شي مشكل زعما وي ويل سي نو تي ال دي ار ما وقع حتى مشكل ما وقع حتى مشكل عندك داتا تشيب لايف عندك داتا ستاتيك يس
الداتا اللي كتطلع هي اللي تستاك تقريبا حيت ديبيند على الاكزيكيوشن بروسيس. Now, what I mean by data hits, binaries can be shipped with static data, like strings. Code itself is kind of like a static data that gets executed, and that's mapped to pages that doesn't change. You can't write to it, and since you can't write to it, it's fine if you read from multiple threads. So it's fine. My only problem. You will see cases when there are problems. I guess I'll explain to you. Yes. Nizar, do you have something? Well, we can. اللي عندي اون فاريابل كريتيك وانا ما حبسش البروغرام انه دو بروسيس باغ اكزومبل اكسيديو ليها راه غادي اكسيديو ليها واخا تكون كريتيك على السؤال ديال ايوب قبل واخا يكونوا دو بروسيس اللي عندهم لا علاقه بيناتهم الا ما انت ما حاولتيش تحبسهم ما اكسيديو لا فاريابل كريتيك راه غادي اكسيديو ليها خصك انت دير شي حاجه Anyways, some of the other flags. By my understanding, the most important one is clonevm. It's clonevm. The other one is clone thread, meaning triplication of the same thread group. What is a thread group? But the threads we can group them into the same group. صيف ما سينيال لواحد فيهم صيف تو كلشي الا بغينا كيلي كلشي نكيلو نبقى وحده بلا ما ندخل بلا ما نطولوا بلا طاح هنايا but anyways so I can show you واحد الاكزامبل ديال ديال كلون عرفت وريني فين راه هو اوكي so let me explain how to code that عندي واحد الفانكشن بوينتر هادي بحال قلت لك شي حاجه بغيت نكزيكيوتها a function like in an create pointer there anyways define واحد size ديال stack 64 كيلو بايت allocate من بعد just failing if I fail to anyways and create واحد variable 42 من بعد define clone flags هما flags اللي كتقبيله هادو define الاخر سو قلت ليه هنايا clone vm meaning this is a thread it's a process or I like some other any other with the same signal handlers or file system descriptions and cool thing من بعد جي سدرت كلون سو انا كلون قلت ليه لوك stack size راه هي الستارز ديال النيو راه allocate memory allocate stack واحد اخر بس نعطيه لهذا النيو thread أو عطيت واحد ال other stars زمان values هادو flags اللي غادي تكتبها هنا arguments but anyways so إلى جيت تكتب هذا البروغرام هذا technically I'm creating another thread let me do نشوف وش دير هنا واحد while through no so let me see you know what was gonna happen if I execute this one. And it's because thread is anyway, anyways, it's like complicated to explain. But it, in like what I did here is I created like another thread, completely executed. That's another kernel thread, right? Execute. What I can do is probably do what I wanted. One here. That's right. Hey, Abdullah. Is it your wire one? Just wanted to keep it running forever because I'm going to inspect the process. نشوف ستيج ديال ماي سي بي يو وات از رانين اند وات از نوت اوكي دونك دوك تيرفاير 1 تخليه في واحد الشيل تاخذ داك الشيء مطلقه تمشي لشي واحد اخر وتات انسبكشن يس دابا انا بحال دابا هنايا شنو درت هو راني في البروغرام وخرج راه مراني ان ذا باك جراوند ياك الى وي غير عفاك منين مثلا تير بحال هكا ما تقلبش ديالنا شي جديده تقلبش لقيتي غادي في نفس الشيء تجينا بحال لا خرجتي من بروغرام ما يمكنش ما فهمتش دابا ديك تبريدك اكزيت زعما تصحى بحال صافي حبستي الاكزيكيوشن
لا 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 نوريك الفرق هنا شنو درت اوكي let me show you the difference الى جبت درت up or out مثال وي انا حيت well the problem اللي طرا هنايا هو ان البروسيس كيلا ومن كيلا البروسيس the thread is still like a zombie sort of thread so ما بغيتش نطلع داكشي كامل let me kill هادو seven three two three and kill four by ten. شنو قلت لك الفرق اوكي بيس نمشي شي زي سي سي ياك شوف اذا تاكا اب اوت اكزيت واخا داير وايل 1 نو نو حيت ذا بروبلم از هير اوكي فين كيم توب Just like processes. It's fine. My box. Ah yes, with PID. I can just comment this one. For the sake of the example. But it should be there anyways. Yes. So the main thread and the other thread are being executed. I'm waiting for the command log. The other is control C. Running self signal the main process, but the other, I'm pretty sure the other one back is there. We'll have to go now. I'm from the new thread. PID dialog. تسو سبي دونك دابا داك التريد الاخر اللي بقى ولا بروسيس بوحدو لا ولكن بلاتي هذاك التريد حيت درنا كلون في ام يس دونك الا كلينا المين تريد راه يتكلا حتى الاخر يس راه شي جوج دابا الفاك اللي علاش دابا بقى واحد خدام علاش بيكوز انا سيفت سيجنال الكل واحد فيهم سو داك الشيء بغيت نقول لك انايا ليتس دو هكا And then you can get end. Yeah. And then you can get out of here. I don't care if you're going to get out of here. I'm going to get out of here. So, when you're going to get out of here, let's do it. You're out. I'll get out of here. One of them is the PID main thread. And the other is the clone. The clone. Okay. By the way, PID. By the way, it's not any demon process ID. It's not a new process. It's not any the same PID. Main thread exiting. It's not any like the process ID here. Anyways, the bail abrin kilion xin kili. Kili fsmia. Yes, xin kilion bruk. Because the process is executed on the same loop, we will create on the same 5, 8, 8, 1, 1, and 1, 2. Okay. Then layer 1 plus kills because the other one is attached. Part of it. Anyways, Mom, this is like an example of how we can use clone, but clone. The difference between clone and fork is clone, we can control it. Doesn't define whether we want to create another thread or another process. Nora? Fesh kelina dak parent process elash mat kilash child process el khsna kelihom bjouj. And also until. Well, that I don't have an answer. But I think it's a zombie sort of trend.
بحال ولا ثريد وما عندوش ميموري سبيس ياك لحقاش كليني نار ميموري سبيس بقى هي الاكزيكيوشن بقى هي ستاك تاع الاكزيكيوشن هي اللي بقات ولكن someone might ask واش الى جاوب غير اكسيد ديك الفاريابل ياك لي شيرد واش غيلقاها باقا ولا ما باقاش لا ما بقاش كليني نار ميموري سبيس سو يقدر يعطيك راك هي سيجمنتيشن فولت ولا شي حاجه بحال هكا سو صراحه انا ما عنديش ان انسر كوريكت داكشي اللي ما غاديش نجاوب سو اذا شي واحد اخر بروبلي عنده انسر هي كان ريز هيز هاند بات كون كانوا عندي مالتيبل ثريدز دي عندهم سيم ثريد جروب وكليت واحد فيهم شي سيجنال غادي نمشيو كاملين غادي تكيلاو كاملين بات ليتس نوت جو ذات فار سو هنايا اي هوب لاك كانوا هادو كيتسمى باي ذا واي هنا فاش كنكريو هاد الثريدز هادو شكون اللي كيمانجيو شكون اللي كيمانجي الاكزيكيوشن ديالهم اللي شكون اللي يدخل سي بي يو شكون اللي ما يدخلش اند سو اون سو فور Does someone know? شكون اللي كيكزيكيوتيهم وشكون اللي كيدير سكيلين ديالهم وكلشي وفين فين كنخليو ستيت ديالهم OS, which is the kernel. Yes, Nizam. So the kernel will be able to share the kernel. Therefore, we call them kernel threads. Okay, because creating now via system calls, with kernel will be strongly created, will be manage the context switching and everything. However, can another thing that we call user threads. Okay. The difference between user level threads or kernel level threads هما واحد threads like level user level threads هما بحال كتقول sort of very virtual threads اللي they are managed by an API شي API بحال كتقول virtualization انا غنجي غنكري واحد ما عرفتش data structure كنستوري فيها عندي execution ديال threads هادشي اللي خصك execute and stuff like this المهم via an API ولكن kernel level threads are literally OS شنو غادي execute job فهمتي؟ So and تقريبا هادشي كامل كيتمانجي واحد شي library like depending on the like programming language you're using. And so باغي نسوي we like another example probably of how we can create threads. Okay, I can show another example قبل ما ندوز هاد اللعيبة هادي هو here. كاين واحد لي بيت كيتسمى project threads اللي هما كيديفاينيو بحال كتقول like literally key threads another way of creating threads ماشي processes but just threads we can do that by just using واحد الفانكشن سميتها like a library that's called like pthread that does all of this and comes with a lot of other benefits so in this case I have a function نبغيت نكزيكوتيها المهم بروسيس اللي كيبقى في الاخر كيدير ياخد تريد اي دي ديالو لايك سام فاريبلز اللي صيفطو لي انايا و كيسليبي واحد 10 مينيت سيميليتين سم ورك هنايا المين تريد كيستار اكزيكيوشن اند ذن اي كرييت لايك تو تريدز تو اذر تريد و شو سميتو نيدو واحد سليب اولي هاندرد هير اوكي نستو جست 30 seconds to give me some time to PS. من بعد ورا هنايا واحد الحاجة اللي we should just consider هنايا هي P thread join. ممكن تنا P thread join. Like first we should just هنايا create هنايا P thread create و start it home هنايا. Yeah. Has a function thread. Function is gonna go and execute the argument left as well. Another thread. They're sharing the same memory and stuff. ولكن the main thread هو باقي انا شنو بغيت ندير هنا غير باش نشوف example is to tell the main thread عافاك تسنى حتى the other thread يسالي والexecution ديالها كامل سيسالي والexecution هاد exiting جاية هاد كمل okay. I can do هنا a little bit see how we it's five If I do
Okay. I have to say Spring library. And I do an Azure. So I created two threads. And they share the same parent. And well, the library merged them, created them from with the same. And if I do this, one process being executed, I think after a short while, I will see that this one probably didn't create kernel threads. I guess we need to do it again. No, it did. It created one. So after a short while, I had to look at the shift handle. Yes. And then the other one is gonna finish. I hope. I hope Mahali Chi has a Kobila Kalani. Just 30 seconds. It's terrible zoom done. But anyways, it's not stuff, I think. But the idea is like this pit rate is gonna just simulate let's see, it must be calling clone at some point. It is calling clone. Can you spot it? I looked at the glibc source code, so it's using clone. So pthread is the nice C library API to clone. Can you, if you had the Bentley in a clone, could you call the Bentley? Can't you get it? It must be. Can you get it? Yes, I can. Probably it's because it's still executing multiple waits. Why do you have such a long wait? Yes, let me just remove them. Undefined reference. Same thing. Right. And it must be called. Yes, it's called clone resumed. It's calling clone here, and it's giving it like the same flags, scrap and yeah, denom and stuff like this. But it's just like another library to create. Okay. You're interested. I posted a link, and I think exactly does it call clone, and why does it use certain flags and not use other flags? The source code link has more documentation if you're interested. Yeah. So I. Using like user thread is like you can do as in like you do some sort of other management liberating the zero on top of creating kernel thread, and usually is like the way, for example, how like in some programming languages and I can do had for loop here 10,000 I don't know we create 10,000 thread, but I can have CPU and there 8 cores, so how can does that translate? The idea is like the user threads are managed by the library, they're going to be executed. Obviously, using some kernel threads. So the and node threads, the kernel threads are managed by the kernel in the operating system, or are known as native threads. Quick parallelism using like multiple CPU cores. Sorry. Green threads, lihuma kernel threads, are managed like user level, managed really runtime library, depending on the programming language or API you're using. But in the end of the day, it might be calling like kernel threads.
الادفانتجز ديال الادفانتجز ديال يوزينغ لايك كيرنل ثريدز هما بيسيكلي دي سكيلد باي دي سي بي يو ما الناس نسبحون في مقارنه لايك وات وات everything is going to snow execute snow we have to do like another layer of abstractions قريبا yes at all شنو هو الليميت تاع الكيرنل ثريدز زعما واش فاريابل مكتوبه في شي فايل ولا هو الليميت تاع الاول والدوك ال سي بي اس هما مش هما اللوجيكال ثريدز اللي كيكون عارفهم سي بي يو شنو انتروديسيت لك هايبر ثريدين إلا عندك ربعات الكورس ماشي هايبر ثريدد يكون عنده ربعات ديال كارنل ثريدز. اوكي ويل هو راه يو كان هاز ميني ولكن تكون غير تكزيكيتا اون باراليل جاني كونفيوزين كارنل ثريدز تيجرو ثرو باراليليزم لاقتاش غادي نوصل تاع انه الكل يقدر يعطيك اي نمبر ديال ثريدز بغيتي لاقتاش كاين بزاف البروسيس تيت ماناجو بزاف ديال التريدز يو كان كرييت از ميني كيرنل ثريدز از يو وونت ولكن غير اسيت سيرتن نمبر اوف ذم كان كان بي اكزيكيوتد ان بارالل ولكن الكونكرنسي و ايفريثينغ از بين مانجد باي ذا كيرنل يعني اتس ذا او اس لي مانجز اول اوف ذم و كيخلي كاع الداتا اللي ريليتد للكيرنل ثريدز Par contre, like level, like user level threads, literally can be managed by another user level library, and you can continue message to different other, I don't know, scheduling algorithms that you can use can be very different. Well, you can follow how many guys you think is better with exit of kernel threads. Like, CLS and now, several models. Any mesela libraries can have multiple models. يعني مثلا we can have واحد البروغرام عندي بزاف ديال threads ولكن فاش كتجي كتقول لي انت فاش كتستارتي الابليكيشن ديالك كنكريو كيرنل ثريد واحد ونشدوهم كاملين نقول لهم اكزيكيوتو في هذا الكيرنل ثريد والله يبغي لي فقط مالاتي شكون اللي غيدخل وشكون اللي ما غيدخلش اوكي ولكن هنايا الكيرنل غادي اكزيكيوتي هذا الكيرنل ثريد كونكورنتلي مع اذر كيرنل ثريدز و اتس اب تو يور ابليكيشن تو مانج امتى يور user thread is going to be executed. Okay? So the whole thing. And you can control it. When I have a library, I'm going to say, I'm going to execute it. I have 10 threads. Every 10 seconds, I'm going to execute it. And all of them. But I can create a kernel thread. One, I'm going to execute it. And I'm going to execute it. Otherwise, can another, like one-to-one. For example, if I'm going to create a user thread, I'm going to create a kernel thread. For example, which is the easiest one. Like I said before, like we're using clone, I was using literally one-to-one whatever. Can one many-to-many, especially if you control the architecture, you can have like more sophisticated sort of like multi-level scheduling. I have as many threads as I want, but I can fill the end, I don't know. إلى أنا اللي عارف راسي أنا غنراني بوحدي من الOS عندي 8 ريال كورس I can use مثلاً 5 ريال كورس من ماك صافي I will just schedule 5 ديال الكيرنل threads I know بلي هاد 5 ديال الكيرنل threads will be executed in parallel وأنا اللي غنشد هذوك 10,000 thread اللي عندي نقول لي أنت تدخل تيكزيكيوتا أنت تدخل تيكزيكيوتا أوكي وإلا واحد فيهم مثلاً خصو يتيكزيكيوتا بوحدو ويبقى ميكزيكيوتي I can do two level هو هاد الموديل هذا وصافي مثلاً هنايا بحال عندي كراولر واندكسر مثلا واحد كيكراولي بزاف ديال الويب سايتس والاخر كيدير الاندكسيشن هذا غنقول لي انت كرنل ديالك بوحدك والاخرين تيكزيكيوتو كرنل ثريد بوحدك سو سكي فيه هذا يقدر يبقى مع مويت بريونت ولا غادي يكون الكونتكست سويتشين ديالو ماشي ديما باغ كونتر هادو there might be like a lot of context switching مع other programs مهم هذا غير like how we can manage user level threads compared to kernel level threads. واحد اللي واحد اخر اللي I wanted to mention هي coroutines. Coroutines, it's a new concept for me to and it's قريبا recently. But كنت نعرفه بس ما عمري عرفت باللي I mean like coroutines. Coroutines هما بحال اللي كتقول واحد ال applications اللي ا
give me a second. Oh, like core routines, وما بحال كتقول واحد sort of programs ولا functions. بحال واحد function مثلا do this, do that, do this مثلا. ولا let's do واحد very good example هو imagine عندي 10,000 images اللي بغيت كل واحدة فيهم نداونلوديها من هنايا ونابلوديها في جهة واحدة أخرى ولا نبروسيسيها مثلا. ياك core routines هما واحد functions اللي فيهم على اللعبات هادو and I can pause them واحد certain step نعاود ندير لهم continue. So بحال تقول واحد يونيت ديال الاكزيكيوشن حتى هو تريد ولا whatever ولكن ايديا وانني بلاصه ما غادي نجي وندير هاد فانكشن هادي ندير لها كول وتسنى الريتيرن ديالها نقدر ندير ليها كول وتسبندي نحبسها نعاود نعيط عليها نكوليها نعاود نحبسها نكوليها ونعاود نحبسها فهمتي لايك جاست بوز فيزيو واي بيكوز لايك ذير ار ميني بينيفيتس اوف دوين ساس ا ثينغ منهم مثلا وي كان يوز بحال لايك سام فانكشنز لي ويل ملي غنبغيك عارفه غنعيط لك جونغ انا غن لايك ما عمر شي معاك شي عمر شي واحد لايك يوز بايثون ونعيط على ييلد فانكشن يو كان دو واحد فور لوب اللي كدير واحد اللعبه ندير ييلد يعني ترجع لي واحد ريزلت ذن نيكست تايم از غانا كول يو عارفه كتعني ذا نيكست ايتم سورت اوف يعني خليها هي كتبروسيسا ذن نيكست تايم اي كان كول ات ونقول لها اوكي ناو اي كان resume processing the app. So the benefits of using coroutines are like the pause and the resume, because coroutines can be paused at any certain point of execution. حاجة واحدة أخرى هما they preserve the state. وبحال هاد اللعبات اللي قلت لك زعما مثلا هنايا شي دي تريد كنت تقول لي execute ليا I don't know process ليا 10,000 file ولا 10,000 something. Well, you will need to keep a state of where the thread is at any certain point. We have to keep one mechanism to pause it and return it. Then you will be implementing coroutines. Also, like I use for asynchronous programming. Many implement the complexity of multi-threading. But the idea when you control the code, you look how it's being synchronous, while technically it's asynchronous. I know, because it's a little bit confusing, but it's just like what had execute. Like by the way, I remember. You can't have a conversation. Has a solo questions. But let me see if I can come back. Some of them I'm not going to show. I'm going to show only a few faces. But Abdullah, go ahead. هاد كوروتينز وقيلا كاينين غير في جوب بوحدو ياك زعما شي اكزامبل تاع شي بروغرام تيخدم بالكوروتينز ولا شي اكزامبل نقدروا نفهموا لحقاش عموما بحال دابا كيف ما قلت لك مثلا بايثون يكون هاف واحد فانكشن و تبقى تيلدي لايك ييلد اوكي ام غانا ستوب ناو ريتيرن فاليو تنعاود نعيط لها. So, man, this is like a concrete example here. But otherwise, like any issue within the implemented, like I don't think Zamari Kono read Golang. Maybe probably knows these better, so probably Khalid Ahmed question it. I guess we can probably find it in most programming languages because this is more like a library feature, more than a. Let us demystify Shina here coroutine. Coroutine is just a nicer API to do asynchronous programming. This is what it's used for. It's not used for anything else because like the computational model اللي شرح عزيز ده, but doesn't make sense إلا ما عندكش heavy network-based applications. Like إلا عندك a web server that deals with requests that has to talk to a hardware component اللي هو asynchronous by default, like a disk ولا a network card. هذا computational model works. علاش you can interleave communication while preserving state وكل شيء كديره at user space. So this is provided by a library. You can any programming language lily ma fiish mathalan coroutines and you can implement coroutines on top of it. Khama fiish. Like fhal daba think of coroutines manifest one of the manifestations of C in coroutines yefash kadir nta async await. Like if you look at it in JavaScript land ou lefash katchouf
كتشوفها في راس لاند ولا كتشوف كوروتينز في سي بلس بلس. There are a lot of libraries that implement like coroutines in C++. هادو كاملين like they are just abstractions on top of the actual threads that perform the execution and have to structure data from network card back to user space ولا from disk back to user space without blocking a lot. We'll see a lot of غنشوفو كثر ديال هادشي فاش نكونو كنهضروا على networking, asynchronous programming, etc. ولكن coroutines are a kind of a library feature, not a ولا at best a programming language feature. ماشي شي حاجه ديال operating systems. Operating system ما تيعرف حتى شي حاجه على coroutines كما ما تيعرف حتى شي حاجه على green threads ولا user threads. They are all like كاين واحد primitives اللي كيسهلوا some of these features اللي كاينين في operating systems like how to prioritize scheduling or how to lock asynchronously. ولكن at the end of the day, this is all like provided by the programming language. The kernel itself doesn't know anything about it. Yeah, couldn't get after it. Okay. But you can implement them yourself if you want. I'm mad. Donc l'idea, we'll just make the thread execute alive. حتى تيسالي لنا كاع البروسيس اللي بغينا في كاع الاذر ستيتس عاد تنكليني وكلشي تلقى وحده بحال البرينسيب تاع الكاربيج كوليكسيون اون جو نوت نيسيسيرلي حيت بعض المرات غتبغي الايدي ديال الكوروتين هي يو كان كنترول فوقاش انت تحبس ماشي فوقاش الاوبريتين سيستم يحبسك كيف ذاك ار تو بوز بوينتس مثلا عندك ثريد وانت ساي ام غانا كول ذيس ويب سايت يو نو بلي ذا كول ويل بلوك انت يو دونت وونت تو بلوك هيت ذا بلوكينج ويل كوز ذا سي بي يو يحبس ويبقى يسايين الا كنتي غانتا غيحبس ويبقى يسايين ولا غتحبس وغدور غيعاود يدير سكادجولك وانت كتسايين انت مازال شنو كتسايين كتسايين نتورك كارد كتسايين تي سي بي ستاك يمشي يجيب لك واريفر داير من داك الويب سايت اللي كونيكتيتي لقاه وعاد يرد لك الانسر ديسك تيك ا كابل 100 ملي سكندز ماشي 100 ولكن المهم على حسب في ذاك الوقت انت اللي كتبغي تسين باغي دير حوايج اخرين so you yield execution بارادتك واخا انت مازال عندك مثلا في التايم سلايس ديالك according to the CPU مثلا عطيك 50 ملي سكوند تاع تايم سلايس انت درتي هادشي ب 10 ملي سكوند قلتي له صافي راه ساليتي خدمتي حتى من بعد شي واحد اخر غيفيقني غنمشي الناس literally هادشي شنو كيمشي يدير الكوروتين كيمشي الناس يجي واحد اخر كاين user level scheduler اللي غيمشي يجيب the next one ويقول له انت كمل تايم سلايس ديال the same thread كملت والله غيمشي يدير شي حاجه عاوتاني وغينعس واجي واحد اخر غيفيق هذاك اللي مشى في الاول يقول له شوف عرفتي شنو هذا كاين واحد الثريد واحد اخر كيليسني غال مثلا ارونو نتورك كارد جات جاها نيو ديرا فور ثريد اي دي اكس سير فيقو هو كيعرف باللي ديك الداتا ريجسترد فور ذات كوروتين في سير فيقو يقول له راك واجد اكزيكيوت عاوتاني كمل اكزيكيوشن غيكمل عاوتاني تو ذا نيكست بريك بوينت عاوتاني ويرجع ناس وكتبقى غدا هاك الله عارف الانترليفن كوميونيكيشن ولكن فروم ذا بوينت اوف هبطتي لتحت انت وجلستي مع الكيرنل كيبان ليه واحد ثريت اكزيكيوت هادشي كيبان ليه وما عارفش شنو كيوقع لداخل كاع Right. هذا واحد نقول واحد الاذر اكزامبل هو مثلا تقدر تكون كديكتي شي لعيبه مثلا بغيتي تسنى واحد السينيال ديال انتربت ولا شي سينيال من عند اليوزر كان وان واي هو تقدر تبقى تسنى وبقى الطريق كيف ما كان ملي تبقى يدخل يتكزيكيوت تبقى يتسنى يخرج يدخل يبقى يتسنى باغ كونتر يو كان دو اوكي ان بوزي دابايا حتى تجيني واحد السيجنال وندخل نكمل نقدروا نكونتروليو كيفاش يوصلوا داك السيجنال نقدر يوصلوا انتربت ولا شي حاجه بحال هكاك ويقدر يكمل ذيس از بروبلي ا كوروتين Is that right, mate? Yeah, kind. Okay, don't stop. What are you going to say? Kind of like, how did the idea that this is not necessarily an operating system, yeah. It's more like a library-ish. Well, it's not the other user threads. If the other user threads, it's the library that will allow you to execute them. So, maybe... Yes, Faisal? Just one question دابا فاش كنعيطو مثلا على كنبغيو نستعمل واحد الكوروتين فاش غادي يتلونسا يعني نورمالمون كيكون في الباك جراوند يعني كيخدينا ان حنا ندير حوايج اخرين ولكن الا حنا يعني داك الكوروتين مهم باش اننا نقدروا نكملو يعني لايك ما غاديش تكون بوسيبيليتي انه نديرو حوايج اخرين هاو كام كوروتين كي درتي وصلتي للكونكلوجن ديال الكوروتين راه في الباك جراوند
اي دون مين زعما في الباك جراوند، ولكن كيخلينا زعما ندير حوايج اخرين فهمتي، يعني ما كيبلوكيناش من اي ناحيه زعما. هو ما كيبلوكيكش حيت هو عارف راسو غير الا كمل اكزيكيوشن هنا دابا هو غيدير شي حاجه. دي اونلي ثينغ هي كان دو نيكست هو يسين، حيت هو مثلا هي مثلا انت نرجعوا للاكزامبل قلت لك ديال نتورك. حقيقه نتورك از ذا ايزي ثينغ تو اندرستاند. انت عندك واحد سوكيت يو وان تو رايت داتا تو ات اند ذس ويل تيك تايم اند يو وان تو نو فوقاش وين ويل اي ريسيف داتا باك اون ذس سوكيت. سو غدير واحد الاكشن هي ميبي ريجستر ان انترست، كتقول للكرنل اي ام انترستد ان نو وين ذس سوكيت از رايتابل وين ذس سوكيت از ريدابل. فوقاش هاد السوكيت غتولي رايتابل ولا ريدابل انت ما عارفش، كود بي 1 ملي سكند، كود بي 10 ملي سكند، كود بي لايك 100 ملي سكند، كود بي اورز، انت ما عارفش. سو انت شنو غدير؟ كون كنتي انذر ثريد عادي غتبقى تساين حتى يديسكادجول لك سكادجولر نتاع الاو اس وسكادجول لي واحد اخر يقدر يعاود يسكادجول لك من بعد هو ما عارفش. رايت حنا شنو قال لك اسيدي حيت دابا هاد ال 10 سنين ولا 20 عام الاخريه هاي ثروبوت كونكورنسي جوجل ما عاد شنو اجي نحيدو هادشي. ذيس از تو سلو، بلاص ما نحبسو نريلي نديرو سورت اوف لايك كوابوراتيف سكادجولين موديل. حنا نخليو يوزر ثريدز يتعاونوا بيناتهم نسميوهم كوروتينز، نعطيو الابستراكشن نسميوها حنا كوروتينز. نقولوا له فاش انت تعرف راسك بلي غتحبس صافي جو سليب وعيط لواحد اخر يجي تيكزيكيوت اف سيم ثريد فروم ذا كيرنل. كيبان راه الثريد راه مازال كيكزيكيوت اي ثاني وقتو غنحيدو. داكشي اللي كنا داكشي اللي شرحنا المره اللي فاتت اباوت لايك تايم شيرين فور ا سينجل سي بي يو، هادشي اللي مازال غيدير غيبقى اكزيكيوت داك السي بي يو في سيم تايم سلايس. مثلا غنكزيكيوت جوج ولا ثلاثه تاع الكوروتينز كل واحد فيهم كيكزيكيوت شويه غيحبس. علاش؟ حيت هي نوز راه غير تبلوكا وغنولي نفيقو. سو هي يعني تكنيكلي هي دازنت نيد تايم اون ذا سي بي يو، ما خصوش الوقت، ما خصوش الاكزيكيوت، ما اكزيكيوت هو راه يسي. ثم مور ما غيديبلوكا فوقاش غيديبلوكا فاش داك الريجست داك الانترست لي ريجستريناه قبل غيقول اوكي سو ذا سوكيت ناو از ريدابل. غيجي واحد حنا ريجستريناه ان واتيفر اي بي اي وي دير، المهم غنوتيفيا وي ويل جيت ا نوتيفيكيشن ان راه جاتك هاد السوكيت راه ولات ريدابل. الا باغي دير شي حاجه بها فاش غتجي المره الجايه we might be scheduled right away, we might take some time to be rescheduled, ولكن once we are rescheduled we can do more things. الا كرميناهم كاملين كيجيك انترليفين ما بين كوروتينز، ولكن انت كتحاول تماكسيميزي the time that you get on the CPU. Like just to explain idea هو عندك سي بي يو واحد، اذا جا واحد وبقى يدخل سي بي يو ما كيدير حتى شي حاجه كيتسنى، that's a waste of resources. كتضيع له الضو، كتضيع الاكزيكيوشن ديال هاد البروسيسز ياك. الا بغيتي ديال البروسيس تقدر تسكيلو بلا ما تضيع داك الوقت، حيت انا عارف راسي ما نكزيكيوتاش اي كان جاست جون بوز حتى توصل ديك الحاجه اللي نقدر نكزيكيوتها، ومنين يجي وقيتي باش نكزيكيوتها جاني في سي بي يو انت اكزيكيوتها. اوكي الا كنت ايماجين انا غنتسنى ما عرفت الساعه علاش نبقى اشاك فون تكزيكيوتها 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 نضيع الوقت بقى ندير ويت نو نحبس حتى توصل ديك الحاجه اللي خاصني نقدر نكزيكيوتها عاد نكزيكيوت. عبد الله واش الايفنت لو application gel corrosions it's a model of doing something like corrosions. It's one way of doing it, it's not the only way you can do it with even donc نقدروا دابا corrosions relating to one cp one thread of execution ما نقدروش نديرو corrosions on multiple threads of execution. Nothing stops you from doing this. Oh we can. Okay the corrosion aspect قلت لك هو داك cooperative aspect of it. كوبراتيف نتاع دا كوروتين راهم كوبراتيف دونك الكوروتين لي واحد الفاصون باش نسكيديوليو التاسكس ديالنا. Yeah so you know بلي you're gonna stop so you yield execution to another coroutine باش تا هو عاوتاني يقدر يدير شي حاجه اخرى. And you can do this in one thread, you can do this in 10. Like الا كان Node.js doesn't do it on one thread, I don't know ما عمريش فهمت الموضوع، ولكن I know other frameworks other programming language that does it on multiple threads. كيديروا event loops they are distributed on multiple cores and it works. They do the same. دونك هو concept اكثر من هو concept. اوكي يس المهم هنايا ما كنهضروش على ليس ولا شي حاجه it's mostly concepts. الى ما بقاوش other questions ندوزو لايك هادشي كامل عارفين الصراحه داك benefits of using threads. It's basically like the first thing like
anyways, yes, Nizla, maybe. The idea was on Lemon, like, and not, like the first thing, one now there's a multiple, like, another OS threads, like OS threads and kernel threads. That is an integrated course. So why don't you schedule, why don't you try to use as much as possible in kernel threads? maybe they can fire you still if it looks at or has going to multi threading anyways. idea like it's basically just like to also must be omempo. I think one of the examples the personally probably are mostly exposed to them at high level in the I don't know. Like if you develop in an Android application and the main UI, you can see what she has, but this like the UI can still be executed. And you can make a different UI executed. But contre, like some of the other parts can be executed. Well, rendering depends on the CPU mostly, or they can render on the CPU. It's basically as a game developer, for example, there's online, I don't know. Online game, for example, I can let's do WhatsApp application, for example, or something. I can have multiple threads. The kula wahed fihom can handle communication with a certain user, ولا a set of users, for example, like in the chat rooms or something like this. Plus, man, hakda I can use more resources instead of like being one process. Get schedule of one kernel thread, so I can at least have as many kernel threads as I can. Because you know, CPU Macintosh has to execute an 8 cores, but many can execute on parallel. So basically, to improve responsiveness, so any application very responsive. Yeah, sometimes it's resource sharing, and that's because some of the like the problem is that I have to say that no, the process is that every one has memory there. In that process, by communicating with other process, the only way of doing it is inter-process communication, which is a complicated. Mechanism is being handled by the OS. You have a simple communication between the processes. We can just use resource sharing because they share the same data. So why not? Yeah, this is the example ELA series and the multi-core processors. So why won't you use them? Anyone has some other something to say about it? Like I had shared the link with Shahzan. But there is like many other benefits, basically. But I had one of the main ones, in my opinion. To speed up a little bit, this works, but I know partly streams. Well, concurrency comes with a lot of issues. The issues that are the most important, and I know this time I can cover all of them. Where they can appear and other the most important. Problems with concurrency. I don't know if it's a resource sharing problem. It's one of the main problems. So let's suppose we had the example. So I can run a web server. Yeah. Okay, handle users. We have a counter. Request handling. وانا عارف بلي باش نهدلي request عندي multi-thread environment, so why don't I use حسنا عندي ادراس بيري في ربعات الكورز ونخدمهم كاملين. Yeah, so غنخدمهم كاملين ونجي نزيد مع other threads user level, whatever. ولكن بغيت ندير واحد الكاونتر كبير فيزيتوني X amount of users. So what I can do, well, I can have واحد variable shared by هاد threads هادو كاملين. Yes. you can have one counter, it's official, I could have shared between all of them. Note that if I have multiple processes, because each process, this way, I can have threads and the same variable, one variable int or long or whatever. Keep doing increment of it. That's all. So we have this example here. So easy. And the
ما عرفتش المهم just very simple example يعني جوج ديال threads ياك كي سيميليتي ليا بلي راه هذا غيدخل وغيدير ليا I don't know شحال هنايا مليون ايتيراسيون مليون ولا 100000 100000 ايتيراسيون والثريد الثاني حتى هو does the same thing ياك وعندما تشيرد variable اللي هو create one analyze global يبقى انكريمونتيو so anybody can tell me زعما do you see any problems with this code? Does it compile? Does it not? واش البروسيس غايقول لي شي لعبه؟ شنو غايقدر تيكزيبيت عندي جوج ديال الكرنل threads؟ بي thread is gonna create جوج كرنل threads. Peace, I'm good. Does anybody have an idea? Yes, Iman, of course, and that example of the codes as well will be available. Anyways. Let's not go far. We can do. This is the code that I'm executing. Okay. So I can do. I need to do this thread here. What? تقدرت انايا خصو اكزيكيوتي ليا 100000 iteration whatever so الى درت جوج ديال threads shouldn't be there like 100000 just double weird right what can كل واحد فيهم يدير 100000 yeah so 100000 في الاخر اوكي شوف عندي هنايا creating جوج threads كنتسنى هنا في threads main thread كيتسنى جوج ديال جوج threads اللي تيكزيكيوتاو each thread is gonna go and update the variable multiple times. Yeah. So ما خصنيش نكون عندي هاد الفاليو هادي جوج مرات. Right. Yeah. So I'm creating جوج ديال threads. Probably yeah. Creating جوج ديال threads. So what's going on here? Worst. Why does it give me a value, its value anytime? Like each time it gives me like a different value. Matter. I can execute the same program. What's going on? Okay. So I hope Slice organization didn't explain this correctly. But anyways, the idea is like now I have what's called the race condition. عندي واحد شيرد فاريبل وبجوجهم كيحاولوا يدخلوا ليه وي اكزيكيتيو وي ابديتيو ولكن عطاتني هذيك تسمى ريس كونديشن كيحاولوا يبدلوا نفس الحاجه بجوج المرات بجوج نبقى وحده سو ريس كونديشن هو جوج ديال تريز كيحاولوا ياكسيديو جوج ديال نفس الريسورس ياك ولكن بيسكو كيتقدروا يتاكزيكيوتاو كل واحد فواحد الوقيته وكل واحد فواحد الوقيته كنقدروش نعرفوا شنو غيكون شنو غيقدر يطرا which is exactly the case with الكاعه يعني جوج ديال threads كل واحد كيبدل لك الفاريابل شنو غادي تاكزيكيوتاو شنو الى ستريكس اللي غادي تاكزيكيوتا قبل ما يتحبس we don't know yeah so this is exactly what it leads usually to inconsistencies or data corruption سو so, قبل من سو بغيت نهضر على نهضر على اتوميك اوبريشنز بليز ديسكارد البارتي اللي تحت ليتس توك اباوت اتوميك اوبريشنز و كريتيكال سيكشنز اتوميك اوبريشنز هي من واحد اللعبه سميتها اتوم ذا سمولست بيت تقريبا ديال execution و usually مثلا في السي بي يو شنو كيطرا فاش وي كومبايل الكود كيز لا assembly is basically bunch of instructions وكل instruction is basically something that tells like the CPU do heavy yeah heavy instruction the CPU do heavy is an atomic operation because ما نقدرش نقول ليه do ما نقول ليه واحد حتى حاجه واحده اخرى do شنو so غادي نقول ليه do heavy is an atomic operation غير هو كل operation ولا x is equal to x plus 1 we don't know شنو غادي دير واش one atomic واش one single operation in the CPU واش جوج واش ثلاثة so let's figure it out انا normally I was going to
So assembly execution ديال هادشي هذا كامل, but well, I can't control exactly. I can't explain all of this. واخا درتو verbose by the way, and I don't know if I have I have another assembly code that's being generated, but it's not focused here. Anyways, so let's look at x is equal to x plus one as an atomic, as an operation as it is. دابا هنا اسمو كنديرو في الكود اللي درنا هنايا. Where is it? I need to show which slides. The variable plus plus, which is equivalent equivalent to shared variable plus equal one. Which is shared variable is equal to shared variable plus one, which is technically equivalent to the operation here. Yeah. Whatever. So it turns out that you can do that operation here. بالنسبة CPU, ما كيعرفهاش. غادي نزيد نيشان في الميموار واحد. كيخصو يقرا X, يحطها في الريجيستر. ويأجوتي عليها واحد. هادي غادي يكتبها في الميموار. So technically, ما بقاش عندي one single atomic operation. We only three atomic operations. Yeah. So let you know, there's another example. The inconsistency. Suppose I need two threads. And they had value x, mia, to memoir. What can happen? Who are now locally thread one want to be executed? Ready read 100. Yeah, the instruction. Clock 6n. سكيدولوك يقول لي حبس خرج خلينا ندخلو شي واحد اخر. كيف دخل اكزيكيوتي تريد جوج. كيجي تريد جوج يقول لك انا باغي اكزيكيوتي واحد اللعيبه بغيت نقرا اكس. كيقرا 100 كيزيد عليها واحد وكيكتبها في الميموار. لايك 3 4 5. وانس كيكتبها في الميموار تريد سهله ولا ماشي سهله ولا مع جار انترابتر قال لي حبس غندخل واحد اخر. اكزيكيوت شي لعيبات واحد اخرين اي دونت كير. But at some point, just looks like trade one. قبل ما trade two. No, trade two said, "Oh, we don't care." Trade two. The car is over there. Oh, I'm gonna load all the context into CPU and memory, like to CPU. Now, what? And they read 100. The other has to execute this. I'm gonna add 1 to it. Remember, how value the x? And I after had the sale. X is equal to 101. Well, can I come here? I don't. R for 100. So, when I add zero, I bring the add one. I add the value 1. ملي غيجي غيدير عليها ستور it's gonna be just 101. الوغ كو كنت اكزيكيوت تريد 1 هاد تريد 2 غادي دير ريد 1 اد 100 ستور 1 101. هذا راه غيقرا 102 غادي ستوري 102. So this is تقريبا exactly what happened في our case. ما غندخلش في details ديال كاشين and stuff, but supposedly هادشي هو هذا هو اللي تيكزيكيوت. Yeah. So the problem is no CPU can interrupt a thread anytime possible. Yeah, maybe atomic in this context means indivisible. يعني ما نقدروش نفرقوها. إذا دخلت executor, meaning إذا بغينا نexecute, بغينا نexecute كاملة قبل نexecute شي حاجة أخرى. Almost. Well, it's atomicity is like a concept, but from the OS perspective, he had. واحد الحاجة اللي واحد المو تكنيك اللي كنقوله هو critical section. critical section هي هذيك البارتي اللي جوج ديال البروسيس can a function be atomic, an atomic operation. We can make it an atomic operation if we want. I guess so, and I have an example probably that tells you that yes, we can feel her with what غتولي كاملة literally atomic and it executed تبقى وحدة. I doubt that. But in the end it's gonna be using probably one of the other mechanisms اللي غنشوف. But let's see. The idea هو أنه هذه is a critical section. يعني هذا الparty of the code هذه. This shared variable plus plus gets in the critical section. علاش؟ Because two threads are trying to do the same, to access the same critical section, يعني هذه section اللي critical. بس نعم، هذه كتسمى critical section. So in the end, هذه كتسمى critical section. So do you see the
the problem here واش كاين شي واحد like is it confusing, is it clear? Clear. Awesome. So what can we do to prevent this from happening? One problem, one thing we can do is as I said, نردو هذه كاملة كتسمى atomic, نردو هاد x is equal to x plus 1 as an atomic operation. So how we can do this is by doing, do I have an example? Yes, sorry, مشي هذا. So, it's a thing, actually, شنو دارو? Do at x is equal to x plus 1. Or do a one single atomic operation. I don't know how it is implemented, but for example, this one, or doha atomic ad fetcher. What is using under the hood? It could be using other things, as I said, could be using something. But the idea was that we shared variable plus man incremente marra wahda plus man incremente in the read. إلا قريت شي كتقول لي منين تقرا صافي إذا اكزيكيتي كل شيء إذا واحد ما يقرا هاد الفاريا. ماشي اللي كدير هاد اتوميك اد فيتشر. سو اف اي جو اند تراي تو اكزيكيوت هذا هي ثريد اجين بليز وركس رايت مابقاش عندي ديك البروبليم اللي كان قبل. علاش؟ لايك ذا ديفرنس از بيسيكلي ان ذس هادي هنايا درنا لا انكريمنت ستارت ولا انكريمنت فيتشر. I don't think I have time, but otherwise I will show the so assembly DL, huh? Probably it's this one where I can so probably get it. Anyways, let's go back here. One of the things we can do here, look. I know this is a critical section. شنو غندير؟ غندير هنايا واحد اللعبه كتسمى لوك انا لوكي شي حاجه اي دون نو وات بات غندير واحد لوك وغنقول ليه اي حاجه بغات اكزيكيوت في هاد البارتي هذا ولا وات ايفر وونتس تو اكسس اكس كان نوت يحبس تما unless no one is locking it. سو بحال غندير واحد الساروت ديال الباب غندخل داك الكريتيكال سيكشن اند تنخلص انايا عادي يدخل شي واحد اخر. سو اتس ذا سيم ثينغ. So if I do a lock here, ما عمر غيطرى هاد البروبليم حيت شنو غيطرى هنايا؟ غنديرو read 100 غادي انتربط غيمشي تريد جوج غيدير read x غيقول لي حباس you can't because it's something like I will ما غاديش يجي وغيدير read x. So هنايا هذا غيدير hold lock read 100 هذا ملي غادي يجي يدير هنايا غيدير hold lock he can't غيحبس سماك and then thread 1 is going to continue. Let's suppose be there at 100 انتربط الاخر غيبغي يلقى راسو باقي كيحاول يهولد لوك ما يقدرش يهولد لوك غادي تيكزيكيوت حتى غيسالي هذا تيكزيكيوت هذا. That's why it solves the problem. So locks is basically واحد الكونسيبت. It's not like literally شي حاجه like implemented but it's a concept. شنو غنديرو لوك شي حاجه but actually how it is like واحد implementation ديال locks is mutex which is like stands for mutual exclusion. So basically mutex is in the end واحد implementation ديال lock so that we can prevent multiple threads from accessing the same resource. So if I go back here basic so it's the same problem, the same program قبيلة as a placement shared variable. شنو درت هنايا؟ قلت لي عافاك بي ثريد like this is like called the pthread. I am going to hold a lock mutual exclusion lock on واحد variable سميتو mutex not the pthread mutex it's a lock hold the pair lock increment the variable and then release the lock. So ملي غادي يجي thread 1 باش يكزيكيوتا غيوصل هاد اللاين هادي باش يكزيكيوتا غادي يقول اوكي كان اي هولد لوك نو ذن اي كان
then I can once I can hold the lock, because I can do shared variable. Then release the lock, someone else can execute. So if I go and let you see. See that two, it's I have a feeling that it's a little bit slower than the other one. Still atomicity, but anyways. But the idea is like it also solves the problem. But mutex is an implementation of how you can implement a lock to kind of OS level. Is it clear? Does anyone have questions in there? Well, Faisal, we're going to see more words. No, but mutex, basic lock. واحد كي هولد لوك تاعها اذا خرب مثلا هولد لوك عبد الله اذا درنا لوك بالفور لوب يعني الاكس كم تاع الفور لوب يعني بحال هادشي غنبلوكيو الاكس الفور لوب وتطوبل بحال هادشي غيولي داك هذا البروغرام ديالنا تقل حين تيكزيت الفور لوب الاولى حتى تيكزيت الفور لوب الثاني اكزاكتلي سو الا كانت هذه غتاخذ سو اوكي ليتس سي دابا سيبوز بلي عندي تو ثريدز Physical threads, yeah. And like literally two cores, yeah. You can create two threads, two kernel threads, so they can go in parallel, yeah. He has it with that execution heavy. Supposedly heavy, it's gonna do a lot of things other than just executing a chain variable. Yeah. Gonna do a lot of other things. But when you run and execute the threads, they're gonna run in parallel. Mini حتى غيوصل لهاد البوان هادي بلوك so you can do other stuff but they are running in multiple threads if I do هاد الفور لوب and I'm doing other stuff غير هادشي هذا كامل so the idea هي the other one of the threads غيبقى غير يتسنى في داك اللوك حتى يسالي الاخرى اللي تيكزيكيوتا so you're not benefiting from any of the multi-threading environment you have Par contre, I can do a lot of things. Save some party and share. I go, okay, I'm gonna lock. It's no. So, plenty of dinner is an atomic operation. Municipal threads, we can have for the party. Nora? Here, one clarification is that the thread that for loop. كي لوكي ديك شارد فاريبل وكيبقى كي لوبي تا كيسالي الخدمة وموراها داك التراد تاني واش كيبقى مبلوكي في داك البارتي ديال الميوتكس ولا كيبقى كي لوبي زعما تا كيلقى ان الميوتكس زعما ديك بحال التروليزا داك اللوك وكيعاود تاني انكريمونتي شارد فاريبل Okay, that's a good, very good question. What I think of what happens is like the batteries here first, it's now in parallel. Like, what can you execute? Can you execute the same thing? I am going to go to the same thing. I'm going to hold the lock. You go, can I hold the lock? If yes, hold it. And if you have, like, literally atomic, well, it doesn't matter. But in, like, wait, the state of the lock, if it's, Well, at sometimes I do like one the atomic one. Okay, will you can do what? Let me try this actually. GCC minus s and so mutex dot s and I can see this example the thread. Please. Please tell me if I can see it. It's in mutex function. In some parts, the carton. What do you mean? I am. If you want faster access to assembly, just copy your source code Godbolt. So Godbolt will do the construction to assembly if you want to look at it. It's yeah.
Okay. To source code data, what's each of source code? Although I'm not sure where are you going with this. No, no, but I want to just like to show like where I don't remember the example we can share, but anyways, the idea is like when the program had a careful had a mutex, had a machine quite snaft as well as solo. He horrors from the execution. He checked it was a hold it lock, we horrors. Padara Saras Parema. So it's not a wait. Even all other threads are blocked. Because you can't see the executor. Was the lock was they can hold the lock. If I can lock free, they hold it. We come to execution on the arm. Never going to execute executor and call lock machines. Yes, maybe. Just to clarify, locks may not be in a waiting state. ماشي ما غيكونوش in a waiting state. ماشي definite. It's not necessarily غادي يكونوا في waiting state. Because it all depends on the lock implementation. If the lock implementation is like, say, a spin lock, ثلاث فاش غيبغي يحاول يوقف the lock will keep spinning حتى يتسالى time slice ديالو, he's gonna get kicked out. But it's not in a waiting spot. It's actually running, it's just block. And keeps on checking can I hold the lock? Can I hold the lock? Can I hold the lock? And if he can't hold the lock, kidu is the time slice zero and he gets kicked out. حتى المرة الجاية كيعاود يحاول يهولد اللوك. There are some other types of stuff lock where they'll be more smart by just not wasting CPU cycles. The moment they think, can I hold the lock? No, you can't. They send you into a sleeping state. باش واحد اخر يتسكجل بلاصتك. حيت otherwise غتبقى تدور بلاصتك. There is no lock at the moment. Which one is used? Which one is used will perform better, although like it looks like a spin lock would be like too costly, depend on the context, the duration, the average duration, how long do we hold the lock for, ولا على حسب the use case specifically. Sometimes the spin lock is much faster. So to answer the question, it depends. Yes, no, it depends on So let's go to the other kind of like other mechanisms that we can use. So the idea the semaphores are just a way to like to do like some sort of locking, where again we can allow access to the resource by multi-threads simultaneously. يعني مثلا نقدروا نقولوا بلي yes we allow multiple accesses لهذا هذه, ولكن we just gonna allow x at the same time. يعني ماشي ضروري يأكسد إلى غير واحد, which is different from the mutex. So it's kind of like mutex but for multiple. Yes, Mehdi? Why is this useful? I don't have like a concrete example on top of my head, Saraha. Can somebody think of an example? Why is this useful, Aslan? Allah. Par exemple, marani wa'd service ta mohem ndi tata de thread you read ndi wa'd juste zero write wa bich hadouk juste zero write accessibility hadouk ta read fi nfs el waqt. يعني ما بيش بينتفادى ديك ريس كونديشنز, ولكن بيت ريدز يكونوا باراليل وما بيش نراني داك الكوست تاعنا نبقى نحبس هذوك التريز ديال الريد. يعني نقدر نخليو هذوك نخليو ثلاثه تاع الريد واحد ديال الرايت نخليهم خدامين, وهذاك وحتى يسالي داك الرايت عاد نخليو الرايت الاخر بحال هكشي تنقادو دي جروب. هادشي اللي بان لي. You don't need a semaphore for this. Not really. Well, you don't need a semaphore for this. Let me open the Q&A. Hello. على حسب لافالور اللي غتقدر السيمافور يمكن تعطي ان بروسيس ريال بحال تعطيه اسبقي على الاخرين. الا كان غير يدير ريد ولا ما يديرش حاجه اخرى, لك ديما تعطيه اكسي يقرا الاخرين باغ اكزومبل ديما تبلوكيهم في ليست اتونت ديال الفكره اللي عندي. واو ماشي. Well, can you have a concept after we can see it about this? But anyways, go ahead, Faisal. We'll see it. We'll get you back to you next time. Okay. Yeah. Because the utility of the semaphore, I think we can see it.
انا ليكزامبل زعما اللي كنت عارف هو البروبليم ديال البروديوسر كونسيومر. يعني فاش كيكون عندنا مثلا واحد البروديوسر تم كيعطينا 10 ديال لي زونيتي، مثلا كاين واحد الطابلو فيه غير 10 ماكسيموم، البروديوسر كيعمرو واحد بواحد. يعني فاش غيوصل 10 خصو يحبس، ما خصوش مازال يعمر. في نفس الوقت هذاك الكونسيومر خصو يبدا يخدم معاه ثاني باش يبقى يهز من داك الطابلو. يعني باش نكادو ديك لا لوجيك ديال وقتاش غيحبس البروديوسر وقتاش غيبدا الكونسيومر، كنستعمل السيمافور. That's a more of a, another level of problems. I can give one of the examples, Saraha. You remember the example of the user threads and kernel threads? Right. So I can have as many user threads as I want. But I can only, I can have an end-to-end model. I can have like, I don't know, 5 and I or 7 and I. بس انا اعرف بلي راه 5 كيت اكزيكيوتاو. Like if I have only one, I can have one lock. مثلا كل واحد مني بغي شي واحد من threads اكزيكيوتاو كنول thread خصو يكون تي هولد lock. مثلا بغيت نكزيكيوتي واحد على تايم، I don't know. ولكن اذا بغيت ندير هذا الموديل هذا I can use a semaphore. مني بغي منيني بغي I don't know sort of نسيت executor إلى واحد سعر أخرج الكرنال thread I have one available so semaphore can help to synchronize the level هذا مثلا. Could be a good example. The producer consumer model I guess like is more famous ولا more of a classical example of when using a semaphore. You can use a semaphore على حسب شنو كتعني هنايا بالموديل ديال producer consumer, but I've seen it used semaphore to control شحال من واحد ولا شحال من thread غادي يدير شي حاجه. اي مثلا I want the maximum number of threads to be doing something ولا producing some amount of values is 5 because my consumer can only handle 5 at a time. I had one way of using it. The other one that is quite famous, شكون يعمر اسمه بالthread pools. Mm-hmm. A thread pool is nothing but a semaphore. One example you lost. أنا ما أعرف كيف شرحت لي بس لك بس ما راح أظنيت. Like has a, like if you ever if you heard of the term thread pool before, like a thread pool, a connection pool, مش كتكونكت على بعض دوني ولا كتكونكت على anything else. Like usually you don't just pick up any like you don't just like create a new connection for your database or like a new connection for a website. You can't really control how many you have depending on the resources of the computer. So one of the ways that we usually do this is that we're having a pool of objects that are reusable, and to have this the concurrency of it like properly made, people usually use semaphores or a sort of implementation of semaphores. It doesn't have to be like a proper semaphore, but you get the gist. But locks are more, you'll face locks more than you'll face semaphores. I say locks more than semaphores. Like Tomcat thread pool, any thread pool for that matter. I don't know the exact implementation of Tomcat thread pool. But any kind of thread pool could be thought of as a semaphore of limiting the amount of things, the maximum amount of things alive at a time. Well, I have an example of how we can use a semaphore, but I played with it. I had a problem. I made access to the shared variable, but I can just like remove that. But in this case, for example, here I'm using a semaphore in it, 0, 1 minimum and maximum. But since I have two threads, I'm telling it like just do 0, 1. It's basically just doing I mute X relevant sort of that way. So yeah, this is a proper, this is an example of how not to use a semaphore. How not to use it. But in this example, when Khalid, the same example, I don't have like a good example to use a semaphore. I don't know if there are many other questions, but moving to the other way of using books. Monitors, which is another way of using sort of like synchronization when I saw you like
problem ديال race condition. But the idea ديال central monitors هو كيكون عندي واحد object. Yeah, has Java مثلا uses this. كيكون عندي واحد object. كيكون عندي bunch of information. One of the information اللي كيكون كلا كتقول هو اللي غنخدموه باش يكونترولي لينا الاكسس تو شيرد ريسورسز ولا كريتيكال سيكشنز. يعني اي دون نو اي كان يوز وان فاريبل باش نقدر ندير اي دون نو تا واحد ما يقدر تا واحد ما يقدر وان اونلي وان ثريد كان اكسس ذا ستيت اوف ذا بروسيس اوف هاد اوف هاد المونيتور اند ذن في المونيتور نقدر نقول اوكي I want to hold log for this thing. Okay, let me do that. So, for example, Java uses this model. You get desynchronized on an object. I take the object, can be state the login fee, basically out of snooking. But I have a working example here. Come on. Do I have it? Yes. For example, here the difference is I created one struct, one object, it's basically one struct here. اللي خليت فيه واحد شيء variable. اللي هو فيه state ديال اللي بغيت واحد mutex. وهذه is basically واحد كتسمى condition variables في thread. اللي كنقدر نصيفط بهم signals. Don't worry about it much, but I added it here for the sake of example. So what I did is I created واحد المونيتور في الأول initializing sub zero. وعطيته pthread initializer, pthread count initializer, just for the init. عندي هاد thread function هذه هنايا هي اللي بغيت نكسيكيوتي. But look شنو كندير هنايا. قبل ما ندير access the change variable, I access the like had like monitor mutex. Here I can hold the file mutex. So for the I did hold the log. Had the mutex. I access the shared variable, and I signal that now anything that waits here at the condition heading. I think I have one line. See line to the imminent. I'm pretty sure about it. Let me go the example will probably here. Yeah, so that's all normal empty one wait. I can use a wait within the I can use a wait within the transmission monitor, but whatever. The idea here is I created one object thread wants to use one shared resource, can hold a shared log, will it rely on the fact that had object header, only we can use, so we can control access to shared resources. This is the Abdullah. This is the condition. No. Condition. This is the. Adi, this is the kind of name. Tell you example, but I will see it. I will show it. I will fix that code later. But I will show it for another example right now. Okay. Mohim, I hope that at least monitors are clear. Is this like a way of you can use in like logs? Some of the programming languages use a sort of like way of doing قلتي I hope monitors are clear. قلت لك they are not. ما بغيتش ندخل في deep details, but it's a way of. Okay, let me ask a question. Since apparently nobody wanted to ask, why would I use a monitor? Sometimes هذاك الobject needs اللي you want to use. Object اللي فيه all the states you want. Yeah. Who is the shared resource itself? اللي فيه all مثلا I don't know, could be like a linked list or something like this. I can make headache linked list my monitor on the like monitor. I want to access the critical section. Okay, I'm gonna let it handle it. But why? Look, it's fancy. That's all. No, I don't have like an answer for your question. But I don't see why the compelling, what's the compelling reason
and then in the machine carry options mehmo hitor and the mutex while at the end of the day I'm machine the ptex hole like a mutex hold and a mutex free. Yeah, and I put it here because it's a way of handling what's the benefit of this simple variable. Yes, Hans. It's a model the locking at a user level, probably user API level, but. Go ahead, Medina. And no, I don't have. That's the issue. I don't have one, and I find it useless. Yes, but in Java, is like how synchronization works in Java mostly. Nobody uses like if you're using synchronized Java that uses the monitor, you're doing something wrong. So I'm sure. Well, yes, we're looking at you can. Well, instead of using mutexes, you want to like I don't know. I have a shared variable, hence and I don't know. I find it useful for Java because it's in terms of like reading code readability, it's much better. I think, in my opinion, because like you have I don't know a part here. You want someone to know I am synchronized on this object, meaning I am telling people that this object is the one that had my critical section or critical resource. That's all the threads are going to be trying to access. So when you try to do something with an object, please synchronize on it. All right, I'm not gonna go into the discussion. It's a whole other discussion. Just continue. Yes. So let's move on. But at least was are they clear? It's just a way of doing واحد locking mechanism by adding واحد extra some sort of a higher level abstraction. Okay. Someone probably we want to have multiple processes read and only one write, something like this. You can do semaphores, sort of. You can use read write locks. So the purpose of the alarm is read blocking on read and blocking on write. We just call them read write locks. Just taking a look at the read write lock example. So it's not in DNA. So what I created is a structure. A lot of probably can be called a monitor, but anyways, I created a read write lock that has a mutex. We had the readers. Condition variable, writer's condition variable. I'm keeping counts of readers and writers and how many writers are waiting. So what I'm doing when I try to initialize it, just keep the number of readers and writers as zero, and we create like the variables liberate and mutex. When I'm doing a read write acquire read, meaning variable I've never added. I'm just gonna call. I'm gonna tell like anybody who wants, like, to hold a read log on head log head. Call this function just to control my critical section because I'm gonna be accessing some variables. So the first thing I'm gonna do is mutex log mutex unlock. I'm just gonna be waiting until there's no writer. There's no so these two operations are just given priority. If there are like writers, don't go read. If there is a writer waiting, give them priority. Okay, because usually read operations are not heavy weighted, but it's basically just a way of implementing something here. Otherwise, I'm gonna wait until I can access. I'm gonna wait on a condition variable. Nothing like is your condition variables. P threads have a way of making threads communicate between each other. And then we have the condition variable. We have keep it in the fee. Info is low at senior. Yeah, he can stop and continue the while loop. You show for she has a matrat. Okay. I mean, and I have this like man, let's cut loop 100%. Wait until you get a signal. Okay. So is it clear, Abdullah?
Yes. Okay. So just واحد variable, like condition variable, كنتسناو فيه. إن فاتوصل واحد سينيال, نقدر نكمل my while loop. مرة جاية وجنة ندخل, نتسنى. But anyway, إذا دخلت فغازان قايت الرايتر سبقني, نتسنى. Otherwise, I'm gonna increment the count of the readers, ندير my read, and then unlock. And then, ملي غنكون أنا سالي في الريد, أنا هنايا راه بيت, راه acquired lock the read, meaning I am a reader. Now I can read. ملي غنسالي, غندير release, read. So I'm gonna decrement and then signal all the writers. The signal the writers because readers are just basically waiting. As many as they want. The one can signal the writers if they cannot block the bit through right now. The bad at signal is gonna signal on anybody who's waiting on this variable. We're gonna see only the one here is waiting. See? I'm waiting for the writer is waiting for signal and the writer variable. And it's doing the same thing forever. Just my page and I can send up and then I incremented like waiting. And then I'm just waiting here. هنا نقدروا نقسموا انا الرايترز دوم رايترز ما تحتاجش يعرفوا السيت ديال الفاريبل قبل ما يرا يشوفها كيفاش حيت انا تنكريمنتو النمبر ديال الرايترز يعني تنقسموا انا الرايترز ما يحتاجوش يعرفوا السيت ديال الفاريبل قبل ما يرا يشوفها كتقول له يزيد واحد بلا ما تعرف اش كاين تما يزيد واحد تيمناش اش كاين صافا انا كنتسنى شي الاخرين يعرف راه الا كان شي واحد كيتسنى ما يدخلش I think there is one problem which is not using admutex here but don't worry about it anyways yes Iman yes 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 I'm talking please I just want to know something for the read write look is it right هذه yes it's read write look I want to know if this is a feature that's already used in operating systems core development or it's something that are designed for developers I mean just for applications if they want to add this feature or it's already used in our operating systems this read write look So first thing, but I had to come in like all the stuff we are seeing now are concepts, right? So meaning that everyone can use them, including if you are developing she has or she part in the operating system, and you need a read-write log, then you can use it. So I'm pretty sure somewhere in the operating system, probably all over the place, it is being used. Whereas the same way I'm writing it here, most likely not. ولكن I'm pretty sure it is being used. Okay, but also it's something that any developer can use. So okay. if you feel the need of using a read write log, then sure. That perfect. I was curious to know if it's used somewhere in such a specific operating system that we use nowadays. Okay. Most likely yes. I don't have like an example off the top of my head, but like most likely it could be. Okay, perfect. Like the one that it's like being handled by clinical mechanism being handled by I don't know file or whatever, but I'm not sure if that's the case. But I'm pretty sure it should be used. Mm. Like the concept, read write logs. Okay. Thank you for the answer. It's a very common example where you can read the value, but mm-hmm. only one thing can write it. Okay. Yeah, so you can control mounts because you need to keep things consistent. Yes, Abdullah. What we should do? We can have multiple writers, but should we have multiple writers? Like the example, the writer is in the same space. يعني يقدر writer يخدم على writer واحد آخر. Invade. يقدر writer invade space ديال واحد writer واحد آخر. It's the same thing. Like if you see the holding the acquire log, just no condition on the other. I'm not gonna go in. There is a reader. She was kikara. Or there is a writer. What do you look? Yes. So reader doesn't go read if there is a writer, without writer waiting.
if there is a writer, writer waits on any reader and any T-cell readers come in and T-cell writers come in, any writer, like there should be only one. Good. So a release is kind of like the same thing. And then I have two threads. One that's trying to do a read, and one that's trying to do a write. So now it's easy. And in my log, read write log, I hold it, read, and release. Otherwise, I hold my log, deal writer, and release. So here, for example, I have like three readers, two writers, and then I just wait on them. So it's very simple multi-threading example. I'm not gonna run it, but just like to move to the other ones. I believe so many. Might be. But wait, you mean like read starvation? The Martin says read starvation. Meaning ila she reader like ila she writer chattal, no reader is gonna be able to read. That's not what I meant specifically. The mental code deal, okay, assume you had the conditions. And those conditions train me and the color, the number of writers is much, much bigger than the number of readers. If your system should be responsive, your reads should be fast. Your writes can be tolerated. In your case, in the priorities, your writers, they can have much more writers and market. I'll say three requests and market show for the demand right. I'm going to get them. I'm going to get them. Ability to know me. Yes. Well, at the same time, can be because like the idea here is like it gives directly that if there is like a writer waiting, please leave the space. So now it makes the assumption that writers should not be so many, and readers, like writers, will. So that is like a problem that can be solved in many ways. Well, like, yes, I agree with you that it might be like read starvation. Just for the others to know, read starvation, it's like basically in here, not the priority writers. So you know, and the exactly writers kicked book, ma'am, I can't read. Which is a problem with this implementation, yes. Okay, the other thing, probably, is a deadlock. I'm gonna go real quick through it. The deadlock usually happens when two threads make a kadroshi kamelu because one is waiting on another. Okay, واحد كيتسنى الاخر. شي ديفلوبر كتبهم بحال هكا ما كيطلع لك النون ريسبوند. So مثلا هنايا واحد هاد thread one hold the resource هادي وبغى اكسيدي لهاد resource هادي. هذا hold هاد resource هادي so هذا can't wait, can't proceed. Look, it's in there. This is a very good example. Like this. Please, come on. There's another example. So, hands. I'm getting a thread one. It's doing very simple thing. It requires me to X one sleep for 1 second. Yes. I'm just gonna do one is enough probably. Thread one is trying to acquire the mutex two. Meaning it's gonna try to hold one mutex of the other, using mutexes, and then that's pretty easy to one because it held two minimal one, so why not? Okay. Nizar, read starvation had the code data is had code data by example, is because Anna, I'm giving writers the ability. Otherwise, نقدر نحيد أنا يقال نحيد priority. ويلي جا لويت اكزيكيوت ولكن هنايا عاوتاني اي دونت ام نوت سولفينغ ذا بروبليم ات اول قدر يطرا البروبليم قدر ما يطراش فهمتي we can get back to probably this question Iman at the end but Nizar, I think Zama has a problem deal read or write starvation depends on the implementation. Nizar Khurzdez, or Zah. Nizar, I read starvation.
نقدر نحيد انا كاع البرايوريتيز على شكون اللي عنده اكسس but then I'm not solving the problem. نخلي داكشي كامل على الزهر. Or I can have a like example like on top of my head. If two readers of two writers these are the hello, I'm gonna stop ونخلي in the next iterations not a priority readers. For example, because now I'm like I can control like the way it is implemented. For example, I did just one example on top of my head. So just by using variables, same read write example. Oh, and yeah, and the another thread that is actually holding the same mutexes but in the opposite order. The problem is, and I have to sleep. Process like you're sleeping. Move on. I'm gonna move to the another one, and then I execute the other. So this is what we're gonna get. Thread one acquired mutex one. Thread two acquired mutex two. Thread one acquired mutex two. Thread two trying to acquire mutex one. وبقاو بعضياتهم كيساينو بعضياتهم الغالب صافي لا هذا داز لا هذا داز صافي بقاو مبلوكين well because they're trying to hold the lock. This is like as simple as it is. And probably زعما if you develop in high level applications most likely ما توصلش لهذا الشيء هذا ولكن I'm pretty sure and I like I've seen it literally in like lock contention shit to the point like it's either like almost deadlocks not much deadlocks but lock contention is even almost the same so I hope that example is very clear. It's just like choose processes, they try to hold the resource الواحد باغي يقرا الفايل من بعد قال محتاج لافورماسيون من الفايل الاخر ولكن واحد الفايل واحد البروسيس باغي يقرا داك الفايل من بعد يرجع يقرا الفايل الاخر because this is how it's been easy. Okay man, we'll get to your thing just for me. All right, any questions about this part of EDL demo? I need to signal to them to stop. Faisal? دابا فاش كنطيحو في ديدلوك يعني كنضيعو كلشي زعما ما كنبقاوش نقدر نرجعو هذيك لي بروسيسس يعني الا كانوا خدامين على شي حاجه كيتريتيو مثلا واحد لي دوني ولا مابقاوش نتحكمو في داك الشيء. سو الا اي حاجه يور هولدين لوك تو ات راك مبلوكيها يعني ما كاينش سوليسيون باش نقدر نرجعو مثلا شي ريزولت وصلنا ليه ولا ستوب ذم الا كنت في ديدلوك ذا اونلي واي ستوب واحد فيهم سو man, like I can do what okay. Let me do exit. It's for example, please. So it's another one. No. Okay. So let's do hack. Okay. So if I go to here, yes, and there. It's using one single maybe do you know how I can print the other threads for the podcast for the case? Using the same PID. So what I wanted to do here when aborting one of them. يعني يكون حبستي واحد يقدر الاخر يكمل عادي خدمه ديالو. Yes, إلا حبست thread one اللي هو mutex one, the other one can execute. كيف باغي تحبس واحد؟ كيف باغي تحبس thread؟ Apparently I can't. I don't think you can, man. Maybe. It won't process.
I probably can. أنا سيفت لي سيكتر. ما تقولش لي حبس كام. Ah yes, so because let me do. Well, wait. Yes. See, أنا حبس one of them. الآخر حبس. والآخر قدر يهولد اللوك وتعال. You see, Faisal, did you see the example? I just stopped one of them and then the other one executed. Wait, Arja? Yes, I did. What's happening there? How come Lakhar, kither Lakhar there? So usually when you acquire a lock, you say acquire mutex 1, acquire mutex 2. مش عشان هذيك acquire mutex 2 من عند الأول مش acquire mutex 1 من عند الأول. كدر هذا كدر كل شيء واحد فيهم مسألة. He needs one process, so he released all the locks. Huh? Retry. What I did here is that can acquire in mutex 1, acquire in mutex 2, thread 1, trying to acquire mutex 2, acquire mutex 1. Yes. So, okay, no, I want to see the code, but now I expected execution. Yep. How would they execute? Just meet your name. Deadlock. Yes. Thread 1, trying to acquire. Thread 2, so thread 2 acquired mutex 1. Mm-hmm. Thread 1 acquired mutex 2. So you should see one of them. Yes, I guess so. Okay. So did you see one of them? Maybe not. yeah, because they are like in the same group. How would you kill? You can't kill a thread. How do you kill a thread? But just in this thermos kill a process. I don't see how you can. Can you kill a thread? I don't know, but probably installed. A3. So I kill this one. Let's do sig term. Okay. They just terminated as usual. Yeah, so it's not, that's not what happened. My bad. Oh, but if we can have because there is no way to stop that. Never mind. So there is no way to go out of the deadlock. Okay, however, and you can see the process, the tree. Yes. We can processes make in the normal as well either because they can't hold the same lock. You can just kill the thread. Okay. Look. Deadlock through threads. They're trying to say to access the same shared resource, in the same memory. We just control the mute access. But as a concept, two processes, the two things they're trying to share to access one resource, who are holding another resource, until you are adding a locking mechanism on top of accessing other resources, you will end up in a deadlock. So you can have inter process deadlock if they're like trying to access one resource be locked. So you can have that, but you can enter threads. You can have it like in hell of the card or the NNA using mutex. Abdullah, what did you have? Can be good. قدر كده وسط البروغرام. Well, so you will have to give. So then you will have to implement. Yes. نعم مادي. إذا بس كده من وسط البروغرام planting. The only way to do it was spawn it at واحد آخر لي كده. Yes. لا ولكن عشان قد يمشي يحاولوا اكواير اذا ما تعاودوا ريتراي مثلا علاقه بهم كاملين يظهر اسمي شي واحد يظهر وقال I was gonna ask الو الى عندي ديدلوك قال غنكيلي داك البروسيس واحد فيهم ياك ومران ريستارت اون فوي الاخر يقدر يخدم اوكي يس ولكن هذا البلان هذا الى عندك ما well, in like threads, the same
same process, you have to kill the whole process. You can two process different to random deadlock because they are shared. Resources by tariqa, then yes, you can kill processes. But in this case, right, it's just a thread. And you're within the same process. You have to kill the whole process as process block. كنت شفت واحد ليكزيرسيس شحال هادي وعندنا بزاف لي بروسيس في اون ديدلوك وكتبقى تريليسي دي فاريابل من شاك بروسيس باغ اكزومبل باش الاخر ياخذها واش هادشي بوسيبل كنا درنا واش بحال اون فوا عندك ديدلوك تلقى لا سوليسيون ولا خصك زعما تحاول ما تطيحش في هاد لوكا كاع I think the idea is much to look at aslan otherwise it's hard to solve it but I'm not aware of any mechanisms to solve deadlocks ولا تو ريليس ميوتكسز من خارج من البروسيس well probably there should be ولكن there can be ولكن I'm not aware of any of them I mean like usually people try to avoid deadlocks to begin with so a lot of strategies that have the most holdage the lock just like this you can hold the lock with a timeout say if I don't get access to this lock for 10 minutes okay so I'll just quit and then say I can't really do anything about it write an event or a log message for somebody else to debug that there is a probably a deadlock somewhere واحد اخر مدوك ثريدز حيت هذا كيتا يقدر ياخذ اللوك there are a lot of like if you're using go مثلا you can use the tool chain باش يعني an analysis of your code and see if there are like any deadlocks deadlock like processes or at least like coroutines that could deadlock because they are trying to read or write to like trying to compete for the same lock. Mm-hmm. But eventually it's not هادشي علاش صعيب حيت there is no one answer fits all. ما كاينش silver bullet انت خصك تمشي وتشوف على حسب البروغرام ديالك you need to think about what happens when fat scenario what happens with this scenario and you need to make sure in your head بلي ما كاينش deadlocks وحتى الا كان شي سيناريو اللي خصو يخرجك في deadlock you need to design a scheme اللي كيخلي البروغرام ديالك doesn't really crash completely when a deadlock happens so it's there is nothing really you can do like the simplest thing you can do is just crash restart report your responsiveness and then if you're not responsive just crash ولكن you can do better like but it's on an application per application thing ماشي زعما شي حاجه اللي غتجي هكا جلوبالي وغتحطها yeah. So these are like some examples of how you can avoid locking deadlocks. So usually lock ordering. So means like if you're designing a software, you're writing software, it's going to be better and I could define what lock ordering. So I see it's go like in big companies like hey for the software, don't hold lock X couldn't lock Y. So please hold X and hold Y. So anyone who's trying to add something to your software. To the software, actually follow a headlock ordering. Otherwise, there might be a chance that I would have deadlock. Yeah, one of the other very famous safety mechanisms. I think usually APIs can go for opt for this one. With libraries, which has also can try lock will lock with timeout. So look at this. You go, "Yeah, sure. Try to hold the lock. But if you try X times, for X amount of time, this release all the locks you have. Start over, or wait and start over." So the idea here now is look at this. And imagine I hold it lock 1, 2, 3, 4 to lock it. I'm gonna be waiting. Let's say 10 minutes, 5 minutes, 1 second. I don't know, depending on my software. We're gonna be like. Oh, this is too much. Let me hold the locks. Let me release all the locks and go back. The one of it's like basically locking with timeouts. Had it's like concepts in general. So if you're trying to do something in new holding locks, don't keep them for a longer period, unless you know you're just holding one of them. Try lock. Yeah, it's like another. It's like. It's basically you can do try locks without like doing like timeouts. So I mean, doesn't give trying to lock it for repeat period of times. Release. But the idea is not much pressure the resources indefinitely. The idea is basically to share by communicating
and not communicate by sharing. Is like the wild also very widely used to enter to have a technique handy is the one that is used you will a has as a map. It's used first to avoid shared states, mutable shared states, or also to communicate between channels in a sort of safely manner. And one of the main implementations are channels, like you can just help for Golang, so it's like keep sending information between coroutines. So ula idea of sending signals. Like, and I'm running, instead of holding locks or she has it, I'm just gonna wait on a signal to do something that's gonna tell me the information, liberate. So if I want to access something, let me tell, wait for someone to, yeah. So it's a little problem when we share something. So it's gonna move it to you. Not the hell you can liberate it or tell you if you need it. So and then can I ask owner DLR? I think many programming languages like probably implement something like this in exactly Rust. Borrow like borrowing and ownership concept is probably based on this. Basically, how do you do get problem deal like how to get problems like that can be generated by concurrency in general. C++. Smart pointers. Well, it's a way of sending information. Well, it's a way of when all the problems that okay, I mean, aslan. Anyways, and I think that's pretty much it. It's a heavyweight course. We are the examples. Any questions? Any remarks, anything that was not clear? Snail partly, if I get to ask you what's the part you can't make it clear? Routines. Well, that's a very good example to go and learn about coroutines. Yeah. Exercise. I mean. But personally, like I knew Zema like the like, hey, this is the concept. Like examples of like threads and stuff like this, and like routines and stuff. Async tasks. But I never knew until like I was preparing for this context, this course, that there is like a concept that's called coroutines. But from my understanding, is like some of you are like really know where it's like some of the stuff the famous like the event local Node.js and stuff. Actually, can you add a question in the floor? Khajat can't also say, actually, he has an ALU and now my question is about the LCPU. So, you have a snow? The ALU. Arithmetic logical unit and now my question is in the Zaf Jail register stacks. Wait, okay, so let me so our let's make a quick one and have the registers and yet what's the bottleneck? Well, now the bottleneck will be and it's too much burden on the same ALU. It's the same problem kind of like the same burden on one core. I got it and one arithmetic logic ALU can execute one instruction. So إذا عندك أربعة كيتس now then راه ما بينيفيتي تقريبا ولا بدا يبلوكي وغادي يخصك البروبليم ديال السينكرونايزيشن بين هادو كاملين I think ولكن هذا is just like and I wanted to mention that hyper threading just to say that hey if you heard about like you have cores and threads your CPU this is my where it might be coming from okay نريد فورمالي علاش يمكننا نديرو جوج علاش يمكننا نديرو جوج وي it's another it's بحال okay sometimes علاش ما عندناش جماهير واحد واخا انا نعطيك اكزامبل انا نعطيك الوالو اتس ا بينيفيت دابا ديجا علاش نخلي وان سي بي يو علاش نخلي غير ما نخليش غير وان كور وي وونت تو يوز مالتيبل كورز باش نديرو باراليليز ياك
Yeah. Okay, but if you have a hyper-threaded cores, meaning انك two CPUs, ولا two CPUs قريبا, ولا two threads, كي اكسيدوا بالسيمي اليو. Remember, عندهم باص, عندهم كل شيء بحال بحال الاخر, عندهم كاشز ديالهم بوحدهم, وتزيد another level of cache, عندك بزاف ديال الحوايج في CPUs. الايديا هما انهم اكسيسين للسيمي اليو. ولكن instructions اللي اكسيديو هنا ماشي بالضرورة غيكونوا اكسيديو الاليو. Meaning that if one هذا باغي اكسيديو الاليو غيدخل, الى هذا باغي يجيب الميموري غيجيب. فهمتيني؟ دونك بحال قلتي وسط نفس سي بي يو تشيب عندنا انا اصلا كونكيرنسي وسط سي بي يو, سي بي يو ديالنا كونكيرنت انت الكور سكيدجولر ديالو بحال قلت كاين شي سكيدجولر شي بلاصه وسط سي بي يو ديالنا. سو سي بي يو لايك سي بي يو في مالتيبل كورز, كل كور وسط منها لايك هايبر ثريدد, اتس بيسيكلي تو ثريدز لايك تو ثينجز ذات كان اكسس ذا سيم يونيتس ديال الارثم ديال اللوجيك يونيتس. So either most likely is going to be I don't know now, Hamza. Instead of like having it could be like some probably design li ihtaf el benefits diyalo in term of like production and stuff like this. Instead of like having 8 cores, you will have just 4 cores. وكل واحدة فيهم تكون عندها one thread and then a hyper thread. That said, like you have 8 instead logical cores instead of CPU. But مهندس زعما لك بينيفيتس ديال الهايبر ثريدين. يس ميري, انا صراحه ما نعرفش بزاف على هايبر ثريدين, but I'll give you my point of view. اذا كان عندنا واحد you can only get one thread running on the same ALU, so you'll get the benefit of having one core. ولكن الى نوتيسيتي you can have like a couple of threads, like a couple of programs that aren't super efficient, which means because of the time slice on the CPU, غيخدم مثلا X, بينما an efficient, efficiently written program would maximize the usage, مثلا حتى 5X, right? So إذا scheduleتي ذاك thread اللي مثلا إحنا كنقوله ولا ذاك piece of software اللي غطراني it's not efficient وغتاخد غل غت utilize غل fifth of the power of that ALU, حسن لك تقدم جوج منها on the same core, حيت هي ديجا ما كتساتوريش ذاك ال ALU unit اللي عندك, ما تخدمهاش as well. So to bet for better resource utilization خدم جوج من دوك العيانين على ذاك الكور, you'd get حسن ما تعطي كور كامل واحد عيان. Really, like if you stack bad kind of like written software, although I don't know what that means, uses blocking IO, so all it doing the same is just sleeping. I got 50 milliseconds to get the lowest one, might be weird. So this is better to utilize the next stack she has on the same ALU, you'll better utilize it. So this is one. So two makes sense. And there are eight. There are two. You can think or you can imagine that this becomes too cumbersome. Try the math, but you're not just you can stack good ones or bad ones. It's going to be the bagay will can make you compete like right into the same bus interface, accessing memory through the same bottle. I will end the bottleneck. Zeb del bice horin. حتى لا اسيماش ان عندك بحال شديتي شي حاجه فهمتي شي طوموبيل كيجلسوا فيها جوج الناس وعطيتهم يجلسوا فيها ثمانيه يكون عندك زهام. Then you know داك return on investment ديالك كيرجع كيولي راجع للور ماشي لقدام. Right? And this is merely speculation. I'm not a hyper threading expert. I'm just speculating why they stopped it too. Yeah, Iman, by the way, like I've just googled it real quick because I'm a snooker stop SMCs and I fear that it's like in. It's the same technology, just referred to in multiple terms. Yes, exactly. As that last said. Yeah, I don't get the out of order execution. Kidero, seen the instructions. Bzef. They are very weird to program, too. If you're an ARM developer, well, good luck. ARM is good. If you say so. Yeah,
Anyone else and do see problem with some a specific part of this course? Why is it too long? I think we've spent a lot of time talking about hyperthreading, why it wasn't necessary. Also, the examples. By the way, I didn't mention probably many other things. Where like it is a complicated topic in general, a little bit low level. Where like in, remember, most of these things are concepts. It's not like necessarily going to be like كل واحد يبغى يمتلكه. Yes, Nizar, I will email them. Absolutely, I'll upload them to Git either tonight or tomorrow. I might just be going through the code just fix some things if necessary. Otherwise, I will upload them. And you are welcome to fix them as well if you see something wrong. Please do. Spell interviews, do they really ask about multi-threading? I might say yes, Nizar, but it might be like on a... on a much higher level, not the OS level, because Hanaya I try to detail like the, mostly on the OS level, but they do ask about multi-threading. Not well, like in the questions probably not go will not go as deep as Albanella. Probably will ask about like the they can ask questions like implement for me like a I don't know. Producer consumer, for example, using multi-threading, for example, and then the problem is to solve that problem the consumer in a way. Maybe. Yeah, and so the Makish Tamarin. Tamarin, no, because I know why. I left 200 parts for the for networking, where there might be like a hey, please. Like some of the requirements will mean that you should be using a multi-threading using multi-threading, but if I want to give you like an example just for yourself, I will be reading about coroutines a little bit more. I will be reading the next things to read read about So never mind. There is like, are there PhD subjects on studying concurrency frameworks and eventually developing new ones? Ever heard of such offers in Morocco schools, etc.? But should be, could be. Like optimizing stuff. Oh, maybe. واحد الحاجة, if you want to have homework, if you guys want homework, read more about atomic operations. Read more about like lock free and weight free data structure, and implement your own lock free queue and spin lock. I think you'll benefit a lot from. Listing the ones you just mentioned. Weight free and lock free data structures. Algorithms of data structures. And should we talk about spin lock implementation? Yes, I didn't translate it all, but lock free queue. Yes, these are really good stuff to implement and to read. Does anybody want to say something else? So yes, as I said, I will be uploading the courses. I'll probably just send in the final slides, uploading them as an account maybe as a contents of the calendar invite. And so we'll match the other slides.
Yeah, I just shared a slide section for the missing semester's Discord server. Will do, and we'll send you the GitHub link as soon as possible as well. And as I said, go through it, fix whatever you want, and have fun running them. I will be probably providing some of the commands that I did run, how to generate assembly, how to do a deck tracing, get signal calls if you want, how to compile them mostly. So, yeah.